اللهم افتح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا في كل خطوة تيسير وأمر. أحبتنا في الله في كل مكان، فضل الله صباحكم بكل خير يوم جديد نلقاكم فيه من خلال برنامج صباح الخير الجزائر، نخدمكم وإلى تمام العاشرة بالتمام والكمال بمختلف أركاننا وفقراتنا وضيوفنا اللي راح يكونوا معنا في هذه الصبيحة. صباح الخيرات والمسرات والبركات، وصباحكم دين ومعاملة ضمن فقرة الدين المعاملة مع الأستاذ عبد النور البياني، لكن بعد فاصل قصير. والأستاذ عبد النور البياني حاضر معنا في هذه الصبيحة عبر برنامج صباح الخير يا الجزائر، تفضل مشكور. صباح الخير سيدي الفاضل. صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ لا بأس، بخير، وأنتم؟ الحمد لله رب العالمين. أستاذي الفاضل، اليوم موضوعنا في غاية الأهمية، ألا وهو هدف المؤمن في الدنيا والآخرة. نعم. أكيد هدفه هو رضا الله عز وجل. نعم. ماذا عن هذا الهدف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي وسلم على سيد الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هدف المؤمن في الدنيا والآخرة، لا نستطيع أن نلج هذا العنوان إلا إذا استقرأنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نستقرأ واحدا ونقسمه إلى قسمين هذا الأسبوع والأسبوع القادم. جاء سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على تعلم دينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل عليهم. هو سؤال واحد، لكن سنجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه إجابة وثلاث أو أربع فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما فيما أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى من مال وجاه، وكان كذلك كريما في النصيحة وفي معاملته مع الغير. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم أهداف، هو ديدننا هو الهدف، ما الهدف في هذه الحياة الدنيا. هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع لنفسه هدف، قال له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. احنا كثير منا يدعي الله عز وجل ويقول له: يا ربي وفقني إلى كذا وكذا، لكن هو لا يعمل، لا يجتهد، سواء في الأمور الدنيوية أو في الأمور الأخروية. وكل شيء يود الإنسان أن يتحصل عليه لا بد له من طريقة ولا بد له من وسيلة حتى ينال هذا الشيء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجابه بأريحية ووطأ له، قال له: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الله عز وجل في كثير من الآيات يعني يوضح لنا ويبين لنا أن الإنسان إذا ابتغى اليسر فسيسر الله سبحانه تبارك وتعالى، وإذا ابتغى الشقاوة فكذلك سيهيئ له الأسباب كذلك التي قد تأخذه إلى مبتغاه. أن تعبد، قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى هي غاية
خلقنا الله سبحانه وتبارك وتعالى من أجلها. قال رب العزة في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لربما الواحد يقول أنا مادام خلقني ربي غير نعبده برك. الله عز وجل خلقك لعبادته والأشياء الأخرى ضمنها لك، إذا عبدت وحققت عبوديته تأكد بأن الله سبحانه وتبارك وتعالى سيفتح لك أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث له قال فيه: إن الرزق لا يطلب ابن آدم أكثر مما يطلبه أجله. وفي رواية أخرى: إن الرزق لا يطلب ابن آدم مثل ما يطلبه أجله. إحنا كاين بعض إخواننا لما ينحرفوا على الطريق المستقيم يروح للمخدرات، يروح للمهلوسات، يروح الكثير من الأمور، يقول لك ربي أنا ما فتحش عليا، ما طانيش، إلى غير ذلك. هو وجودك في الدنيا هو نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصحة والعافية هي رزق من الأرزاق التي رزقنا بها، فالإنسان من المفروض أنه يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى ويكون على الطريق المستقيم، لأن الأمة تحتاج إلى مؤمنين أقوياء، إلى نساء قويات، قوية في صحة البدن وفي الإيمان وفي كل نواحي الأمور. لابد المؤمن أن يكون قويا. الأمة لا تحتاج إلى شباب يعني مخمور أو شباب يعني ذهب عقله، وإنما تحتاج إلى قوي، إلى رجال أكفاء أقوياء. قال له: تعبد الله وتعبد الله لا تشرك به شيئا. وهنا العبودية ما هيش قول فقط، هي قول وعمل. ولا تشرك به يعني ما تتخذلوش ند، ما تدعيش العباد أو الأموات، وإنما دائما يكون سؤالك هو لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولعلنا تحدثنا عن الموضوع هذا سالفا. ولا تشرك به شيئا. ثم قال له: وتقيم الصلاة. الصلاة عماد الدين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وغيرها من الآيات: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مربي غلام، هذا الغلام بات عند خالته. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأل قال: أصلى الغلام؟ ما قالش لك لا ما أشربش، لا أعطيت له كونيكسيوم، أعطيت له، ما كانش في ذاك الزمان، لكن نقيسه الحديث قياس. لكن أول شيء سأل عليه: أصلى الغلام؟ وأول ما يحاسب عليه العبد هو يوم القيامة هو الصلاة. فإن صلحت جميع الأعمال، وإن فسدت جميع الأعمال. مثل شهادة الميلاد، لما تكون فاسدة تفسد جميع الوثائق التي بعدها، لكن شهادة الميلاد إذا كانت صحيحة فكل الوثائق التي يستخرجها الواحد منا إلا وسوف تكون صحيحة. أكيد هي عماد الدين. نعم، فالصلاة عماد الدين. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. كل هذه العبادات هي معروفة وهي عبادات يومية وليلية مع ذا الحج اللي عنده موسم معين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى له هذه مفاتيح الجنة راح له لشيء آخر اللي هي النوافل أو الأشياء الزائدة. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. أولها: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. فالصيام يربي الإنسان، ليس الصيام هو على الأكل والشرب كما يظنه الكثير منا، وإنما على الطاعات. هو الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه المدرسة الخلقية التي تكون سواء في شهر رمضان أو غيرها من الأيام التي تعود عليها الإنسان، يصوم الاثنين والخميس، وكاللي يصوم أيام البيض، وكاللي يصوم عرفة، وغيرها من الأيام. فهذه من المفروض أنها يكون عندها تأثير إيجابي على سلوكاتنا. فالإنسان يصوم على الغيبة، يصوم على النميمة، يصوم على النظر إلى ما حرم الله، يصوم إلى سماع ما لا يحب الله، وغيرها من الأمور التي لا يحبها الله ولا يرضاه. ثم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقات. إن تبدوا الصدقات، قال في القرآن الكريم: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. آيات كثيرة وعديدة. وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة السر يعني تذهب غضب الرب. فالإنسان عندما يتصدق في السر يذهب غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. وقيل بأن علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان في جوف الليل يحمل كيسا فيه الخبز ويتصدق به على الفقراء والمساكين، يروح لهم للبيوت يمد لهم هذا الخبز، وكان يردد في مشيته أو في سريه في هذا الليل، يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. هذا لا يعني أن الإنسان
الإنسان لا يستطيع أن يتصدق في الجهار أو في النهار فعلا. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ونجد كذلك أن الله سبحانه تبارك وتعالى قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي مليح أن الإنسان يتصدق في السر ومليح أنه يتصدق في الجهر، والأملح أنه دائما هذا العمل يجعله لله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يريد منه لا يعني لا مدحا ولا ثناء، وإنما يريد لوجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونحن الذين نرى هؤلاء الذين يتصدقون جهارا نهارا أو يعني سرا وعلانية حدث أن وجدناهم يتصدقون بالسر أو في بطريقة ما، علينا أن نحسن النية، فالله سبحانه وتبارك وتعالى وحده من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لابد ألا نتدخل في هذا المجال، لأنه كثير منا أصبح يردد هذا العمل رياء، هذا لا يجوز، علاش ما صدقت في السر، علاش راهو يوري في روحه صحيح. وهذا كلام غير صحيح. نقول للإنسان أخلص النية لله سبحانه وتبارك وتعالى، وإحنا علينا أن نحسن النية بالآخرين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز جيش العسرة، سيدنا عثمان جهز جيش العسرة ب 600 بعير و50 فرس، وجاء ب100 دينار نثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، 100,000 دينار ذهبي، 20 دينار اليوم تساوي 70 مليون، يعني أموال طائلة مدها للنبي صلى الله عليه وسلم وجهارا نهارا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، وكان باستطاعة عثمان أن يمدها للنبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل أو خلسة إلى غير ذلك، لكن الأعمال كان يقدمها المرء ويجعلها لله سبحانه تبارك وتعالى. ثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، نعود إلى الحديث، قال له الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أولا نستشف من هذه الآية أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يبين فضل قيام الليل، ثم أراد كذلك أن يبين لنا بأن الجنة بالأعمال. صحيح أننا نقول أن الجنة هي رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى وسندخلها بفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن لكل شيء أسبابه، لكل طريق أسبابه التي توصل إليه. فالرجل أو المرأة لابد أن تملأ وقتها بالطاعات والعبادات التي تقرب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه كثير من إخواننا من تجدهم باستطاعتهم أن يحققوا أهدافا في هذه الحياة الدنيا، سواء أهداف للآخرة أو حتى أهداف دنيوية، حتى هي الدنيوية بالمؤمن ستلج به للأخروي، يعني سيفوز بالعمل الدنيوي للآخرة. ما يظنش الإنسان بأنه لما يكون يشتغل في تجارة أو في بيع أو في شراء أو في عمل هذا العمل دنيوي فقط، بل هذا عمل يؤدي إلى الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهذا حديث أو هذا الشطر من الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه باستطاعة كل واحد منا أن يدخل الجنة، لكن هذه الجنة لها سبلا ولها طريقة يستطيع أن يدخلها ويستطيع أن يكون فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم سيدي الفاضل، ماذا أيضا عن الزهد في الدنيا؟ الزهد في الدنيا الزهد، الله عز وجل في هذا نرجع للآية دي، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قبل قليل ذكرت سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا نموذج للزهد، أن الإنسان الذي كان بماله وكان بجاهه، وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب مال قبل دخوله في الإسلام، يعني منذ نعومة أظافره وهو
ابن عائلة لها صيتها ولها يعني ولها مكانتها، لكن لما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون هو ملكا للدينار، وإنما الدينار هو ملكه ويستطيع أن يتحكم فيه حتى كيف ما شاء. ربما احنا الواحد منا يقول لك اليوم الإنسان يعني يزهد في المال معناها ما يخدمش، معناها يعني يبقى بطال، يقول لك هذا إنسان زهد. لا أبدا، المؤمن الزاهد هو المؤمن القوي، هو اللي عنده العلم، هو اللي عنده الجاه، هو اللي عنده الصحة، هو اللي عنده المكانة، هو اللي عنده وسائل هذه الحياة الدنيا، لكن لا ما يحبش هذه الحياة الدنيا أو هذا المال، يحبه حبا جما، وإنما حبه للآخرة، ويجعل هذا المال وسيلة للطاعة، وسيلة للعبادة، وسيلة لفعل الخير، وسيلة للتصدق على الفقراء والمساكين، وسيلة للدعوة لله سبحانه وتبارك وتعالى، وسيلة للذود عن البلاد والعباد والأمة. ما يجعلش هذا المال وسيلة فقط، يعني يظل غير مالي وهذا فقط، وإنما يجعل هذا المال ليوفره أو ليفعله في طاعة الله، في عمل الخير، في عمل، نعم هو في فعل الخير، ودائما يحتسب أمره لله سبحانه وتبارك وتعالى. ما يفعلش هذا العمل لأنه دائما نرجع لأنه دائما كاين مشكلات في مجتمعنا، وكاين مجتمع في مع من نساكنهم ومع من نعرفهم، تجد الفهم الغير الصحيح للدين، وهذا يعني الفهم الخاطئ يؤدي دائما إلى التهلكة. والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا معاذ، لا شك بأنه كان صاحبه هدف، ما سألوش على الدنيا، ربما كان تاجر وكان لبس به وكان يعمل ويعرف الدنيا أنه طيحة ونوضة ويوم لك ويوم عليك، لكن كان عنده أوبجيكتيف ولا عنده هدف أخروي. يعني المؤمن منا لا يستطيع أن يعيش بلا هدف، كل واحد منا لابد أن يكون له هدفا يسطره في هذه الحياة الدنيا، يسطره بما له من إمكانات. يعني لا يستطيع الواحد منا أن يأمل شيئا أو يرجو شيئا وهو ليس لديه مؤهلات معينة. كل مشروع يبنيه الإنسان لابد له يعني من مواد، أو لابد له من أشياء حتى ينجح هذا المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل الفقير، جاء إنسان يطلب يتسول، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج هذا الإنسان وأراد أن يعلمه شيئا، وتعليمه لهذا الرجل هو تعليم لنا كذلك، أن الإنسان يشتغل ويعمل بما لديه من مؤهلات. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الفقير قال له ما تملك؟ قالوا عندي أدوات في البيت وعندي قش. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهم وقال من يشتري هذه الأشياء، علمه كيف يعني ما يبقاش متسول، كيف يروح يستغل ما لديه من مؤهلات. من يشتري هذا الشيء؟ فباعها النبي صلى الله عليه وسلم في المزاد العلني أو كما يعرف اليوم، ثم قسم ذاك المال، قال له هذا خليه لوليدتك اليومين هذو منه، وتروح احتطب، جيب الحطب وبيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في البيئة هذاك، وش كاين حطب وكاين ما كانش إمكانيات بسيطة، وأراد أن ينبه هذا الرجل ليعمل ويجتهد، ما يبقاش متسول، ويستطيع بعد ذلك أن هو يعين الآخرين. لذاك الإنسان لابد أن يراجع نفسه، كل واحد فينا مع العشية ولا مع الصباح مش يعيب أنك تخاطب المرآة اللي قدامك، قال أنا فلان وش عندي مؤهلات، تلقى عندك شهادة، تلقى عندك صحة، تلقى عندك فكرة، ومشي في الفكرة تاعك، ولعلك وأكيد ستنجح، لأن الله سبحانه وتبارك وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكل واحد منا لو يعني توكل على الله حق التوكل وعمل جاهدا واتقى الله سبحانه وتبارك وتعالى حق التقوى، لا شك بأن الله سبحانه وتبارك وتعالى سيفتح له أبواب الخير عاجلا أم آجلا. فالرزق يطلب ابن آدم مثل ما يطلبه أو أجله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر مما يطلبه أجله. جميل جدا أستاذي الفاضل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، نعم. أليس كذلك؟ نعم. أستاذي الفاضل، والسعادة أبدا ما نقدرش نشتروها بالمال، أليس كذلك؟ كل مال شيء هو كلش، نعم. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر
والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. مليح أنه الإنسان يكون عنده الدين والدنيا في اثنين، صح. كما كانوا سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا كثير من أبائنا وأجدادنا في هذا البلد كانوا يعني لديهم كل الإمكانيات، في العلم عالم، وفي المال عنده المال، وفي الأولاد عنده الأولاد، عنده كل مؤهلات الحياة الدنيا، وكل يعني عامر الدنيا حق الإعمار. وبعد ذلك هذا الأول نموذج هايل، دين ودنيا والحمد لله رب العالمين. وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل، تجد إنسان ما هوش مؤمن والله يكفر بشيء من بشيء ومخلي شيء، وفي نفس الوقت فقير ومتقع وما هم يحوش يعمل، تجده يعني ويزيد يضيع عقله وحياته. وقلنا بأن نحن كمجتمع أو بلدنا أو الإنسان نحتاج الإنسان اللي يكون بكامل عقله. وقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، الله عز وجل كرمك بالعقل، كرمك صح. بالقلب، كرمك بالقرآن، كرمك بالآذان الذي تسمعه، كرمك بصحة بدنك، كرمك بكل شيء. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، أنت تجي ما تحبش تعيش في هذه الحياة الدنيا، عندك مشكلة تستطيع أن تحلها، عندما عندكش المال الله عز وجل هو الرازق، اعمل واجتهد وسوف يفتح لك أبواب الخير. ما عندكش العلم، باستطاعتك أن تطلب العلم. نحن أمة أول ما نزلت عليها اقرأ باسم ربك. فمن غير المعقول أن الإنسان يقول أنا ما نعيش هالدنيا، أنا نبدل البلاد، باش يبدل البلاد يعني بمهلوسات أو مخدرات إلى غير ذلك، لكي ينسى. وفي الحقيقة هو لن ينسى، وسوف يسأل عن هذه الدقائق وعن هذه الساعات يوم القيامة. كاين منا من يملأ وقته بالعمل والاجتهاد، تجده 24 ساعة ما يشكفيته، ما لقاش يعني الوقت يسابق الزمن، تجده يعمل ليلا نهارا من أجل أن يشغل نفسه، من أجل أن يشغل نفسه. وحقيقة هي حتى العمل هو عبادة، أكيد. وهناك حتى باب في باب الفقه، فضل العامل على العابد. الإنسان اللي يعمل ويجتهد أحسن من الإنسان اللي عابد اللي حاكم كوانه ويعبد الله عز وجل ليلا نهارا فقط، ويسأل الناس يعطوه أم لم يعطوه. فالإنسان العامل أكيد عنده أجر وعنده ثواب وعنده مغفرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هو موضوع طويل وكبير أستاذتي الفاضلة، لكن الإنسان عليه أن يجتهد أي اجتهاد، وعليه أن يكون له هدفا في هذه الحياة الدنيا. مش معقول أنه إنسان يمشي 50 كيلومتر ولا يمشي 5 كيلومتر على رجليه، ولا بسيارة يمشي 100 كيلومتر وما هوش عارف شراه يدير. فالإنسان لابد أن يجعل له هدفا في هذه الحياة الدنيا، والهدف الأسمى اللي كانوا عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو حب يدخل الجنة ويبتعد عن النار، ولا شك هذا هو هدف كل مؤمن. والجنة أكيد أن الله سبحانه وتبارك وتعالى أعدها للمتقين، وأعدها للصابرين، وأعدها للعاملين. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ عبد النور البهياني، كنت معنا ضمن فقرة دين المعاملة. يعطيك الصحة، شكرا على نصحك ولنا على إن شاء الله في الحديث هذا راح نكملوه الأسبوع القادم إن شاء الله. حديث في الحديث بقية إذا كان في العمر أكيد بقية إن شاء الله. أستاذي الفاضل أستاذ محمد عبد النور البهياني كنت معنا ضمن فقرة دين المعاملة. يعطيك الصحة، شكرا على نصحك، أشهدك على كل المعلومات القيمة اللي قدمتها المشاهد الكريم. شكرا لك، بارك الله فيك، ويومك موفق، بداية أسبوع موفقة. شكرا لك. يلا مشاهدينا نصل وإياكم إلى فقرة أحوال الطقس مع صابرين العوفي بوزيان، لكن بعد فاصل قصير. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباح الخير صابرين، وشراكت وحشناك، كيف الحال؟ بخير والحمد لله. صباح الخير ليك ولكل مشاهدينا الكرام. صابرين، كنا تكلمنا في قاعة التجميع، قلت لي اليوم على ما أظن الأجواء راهي ربيعية، شوية نقصت الشتاء مقارنة بالأيام الفارطة، صحيح؟ نعم، وهو كذلك أمينة، هذا راجع لارتفاع الضغط الجوي من جديد على شمال البلاد، هذا سيسمح لعودة الصفاء والاستقرار من جديد على كافة ربوع الوطن. هذا ارتفاع الضغط
الضغط الجوي سيكون أيضا مسحوب لارتفاع من جديد لدرجات الحرارة تدريجيا، وعليه إذن أمينة خلال صبيحة اليوم احتمالا تبقى بقايا بعض الأمطار على أقصى السواحل الشرقية، تتبعها سحب عابرة خلال النهار بحول الله، بينما على المناطق الوسطى والغربية الأجواء ستكون قليلة السحب، هذا بعد تلاشي الضباب الذي يسود حاليا أغلب السواحل خاصة الغربية، سحب عابرة بشمال الصحراء وأجواء مشمسة تماما بكافة مناطق الجنوب الكبير مع تطاير للرمال محليا بشمال الصحراء وأيضا بأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة إذن خلال ظهيرة اليوم أو تلك التي سجلت خلال فجر نهار اليوم كانت باردة دائما بالمرتفعات، درجتين فقط سجلت كعدنا مقياس بباتنا، 9 بالعاصمة، ببشار، بسكرة، بالواد، تقريبا نفس المقياس سجلت بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، وأعلى مقياس بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة اليوم الحرارة القصوى سترتفع إلى غاية 22 درجة كعلى مقياس غرب بغرب البلاد، بوهران، بتلمسان، بمستغانم، 19 درجة بالعاصمة، ببومرداس، 18 بالبويرة، تيزي وزو، بجاية إلى غاية عنابة، 13 درجة على كافة الهضاب العليا، في حدود 21 درجة بشمال الصحراء والصورة، 25 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، 27 درجة بأدرار، وأخيرا 33 درجة ستكون كعلى مقياس بأقصى الجنوب. فيما يخص الملاحة والصيد البحري خلال نهار اليوم البحر سيبقى كثير الاضطراب خلال هذه الصبيحة ثم يتحسن تدريجيا مع ارتفاع الضغط الجوي، سيتحسن تدريجيا ابتداء من الظهيرة، رياح غربية إلى جنوبية غربية تدور إلى الشمالية غربية نحو سواحل الشرقية. جولة خاطفة إلى بعض العواصم الأوروبية بإذن الله، أجواء باردة جدا بشرق القارة بموسكو وكييف، تساقط للثلوج 4 درجات تحت الصفر ستسجل بموسكو، درجة واحدة بكييف، أجواء غائمة على أغلب العواصم الأخرى لتكون مشمسة تماما جنوبا بروما، متقلبة بمدريد، بعض الأمطار بباريس ولشبونة كذلك بإسطنبول تكون على شكل زخات بلندن. إذن 3 درجات ستسجل ببرلين، 4 درجات بفيينا، ترتفع إلى 12 درجة بلندن ومدريد، 17 درجة ستكون كعلى مقياس بلشبونة. نعود إلى أرض الوطن، وقت الغروب لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود 5 مساء، ودائما تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. أشكركم على حسن المتابعة، تاني تذكير بعد قليل والعودة إلى أمينة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. يعطيك الصحة، شكرا لك، بارك الله فيك زميلتي صابرين العوفي بوزيان على تقديمك لأحوال الطقس صبيحة اليوم، وأكيد ستوافيكم صابرين في تذكير ثاني لأحوال الطقس بعد قليل. يلا مشاهدينا أنتم اللي راكو تشربوا في قهوة الصباح نقولكم صحة قهوتكم، إن شاء الله تشربوها بالخير والصحة والهنا والعافية. أما أنتم اللي راكو متوجهين إلى أماكن عملكم نقولكم روحوا غير دوكا دوكا وغير بالعقل إن شاء الله، وتلحقوا بخير إن شاء الله لخدمتكم، وما تنساوش أنه في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. أما أنتم أطفالنا في لذات أكبادنا اللي راكم توجهين إلى مقاعد الدراسة نقولكم إن شاء الله يكون النجاح حليفكم، وإن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله بحول الله تعالى. يلا مشاهدينا ركن السلامة المرورية مع محافظ الشرطة محمد صديقي، لكن بعد فاصل قصير. السلامة المرورية مع محافظ الشرطة محمد صديقي، اللي نصبحوا عليه بالخير. صباح الخير. صباح الخير ليك، صباح الخير لكل السادة المشاهدين العاملين، ما نساوش دائما رانا نساو الناس اللي راهم يخدموا معنا لهنا، اللي راهم لي كاميرامان ولا في الريجي، نقول لهم ربي معكم، ربي معكم، ربي يرافقونا كل صبيحة هذه باش يخرجونا كما نقول لك لو برودوي تاعنا ان شاء الله يكون
للمواطنين نقول لهم هذه الرسالة توعوية تحسيسية. ولكن قبل ما ننطلق في مجال السلامة المرورية نقول بلي إن شاء الله لكل المواطنين ما ينسوش الكمامة، ما ينسوش الالتزام بقواعد السلامة الصحية على مستوى الطرقات بمناسبة مختلفة التنقل تاعهم، يتجنبوا أنهم يقعدوا في الأماكن المغلقة ولكن بصفة جماعية. علاش نقول دائما بصفة جماعية؟ لأنه معايير السلامة، معايير الحيطة والحذر تتطلب أنه نتفادى مثل هذه التجمعات بداخل مثل هذه القاعات. ولكن دائما نذكر بلي على أهمية ارتداء الكمامة أو القناع أو الأقنعة الواقية اللي راح تقلل أو راح تتفادى من خلالها الانتقال أو الانتقال أو انتشار العدوى أو حتى الإصابة من خلال هذه العدوى. ما ننسوش نقول لهم ما عليهم إلا يغسلوا يديهم عدة مرات عندما يلمسوا الأماكن اللي أنه حتى في بعض الحالات يشكوا بلي أنه فيها أعراض ولا أنه راح يتقاس من خلالها. ولكن دائما نقول ما عليه إلا يوضع في جيبه أيضا الهلام الكحولي أو المطهرات الكحولية اللي يستعملها في كل مرة حتى يبقى آمن إن شاء الله. الصحة والعافية لكل اللي راهم في المستشفيات. ولكن ما ننسوش بلي أنه المستشفيات اليوم اللي راهم مرضى بهذا الوباء. ولكن ما ننسوش أيضا أنه هناك المصابين عن نتيجة الحوادث المرورية اللي موضوعنا اللي راح نخيره لهذا اليوم أكيد. هو موضوع خاص جدا أكيد نفصحه على الموضوع لأنه في غاية الأهمية. سيد الفاضل محمد صديقي اللي هو الاستعمال اليدوي للهاتف النقال والأضرار الناجمة عن ذلك، عواقب وخيمة أكيد. والله بالفعل كنا في العديد من المرات تطرقنا إلى هذا الموضوع، ولكن حتى ردة الفعل بالنسبة للمواطنين في على مستوى الطرقات شفنا بلي أن هناك ردة فعل إيجابية من عدم استعمال اليدوي لهاتف النقال. ولكن اليوم السؤال يتبادر إلى الذهن تاعي أو يتبادر إلى ذهن كل السائقين ولا كل المواطنين اليوم، كل منا راه مزود بهاتف نقال، ولكن هذا الهاتف ذكي أكيد سمارتفون هادو ما حتى عندما نشوفوا أنه راح نشيلوا تلك الهواتف النقالة نقولوا نحوسوا على أي هاتف يكون هو يحمل مواصفات خاصة، يحمل مواصفات اللي تمكنوا من البقاء في اتصال والتواصل مع كل المحيط تاعو سواء كان الأب الأهل الأم أو حتى العائلة الزملاء الأصدقاء. ولكن اليوم هناك شبكة التواصل الاجتماعي أو الفضاء الأزرق، وبالتالي شفنا أنه كان ملاحظة عينية العديد من مستعمل السائقين راه يسوق المركبة تاعه ولكن الهاتف موضوع في يد، واليد الأخرى هي إما شد المقود وإما شد محول السرعة. ولكن نشوف باللي تلك الغلطات أو تلك الهفوات إلا راح تسبب لنا الحوادث المرورية. نقول باللي أنه إذا قمت بإرسال رسالة نصية أو تصفحت شبكة التواصل الاجتماعي أو تصفحت ما يتم إرساله من صور ورسائل على مستوى هذا الفضاء الأزرق هو شيء جميل، ولكن ليس في مكانه وليس في موقعه، لأنه القيادة في حد ذاتها تتطلب تركيز، تتطلب تكون موجود على مستوى تلك الطريق. لأنه حتى الفترات اللي نقودوا فيها المركبة راهي تختلف سواء كانت الفترة الصباحية كان سواء كانت الفترة المسائية، وين نكون في حالتنا في كل حالة تاعنا، في بعض الحالات الأخرى نكون مصاب بالإرهاق والعياء نتيجة اليوم الكامل اللي قضيته في العمل. ولكن كل هذا وذاك لا يقع إلا ونقول بلي أنه منع استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة له خطورة وخطورة جدا، لأنه إذا فقدت التركيز لثواني أو للحظات هذه حتى نقول باللي الحادث في حد ذاته هو لحظة من اللحظات، هو لحظة نحو الاندفاع، لحظة نحو الموت، لحظة من عدم التركيز، وبالتالي راح تكون في دوامة اللي ما تسمحليش أنه حتى ردة الفعل التاعي في حد ذاتها ما تكونش إيجابية في تلك اللحظة. ما تكونش عندي سرعة البديهة هذيك في ذلك الوقت سهوا. والله بالفعل هنا ما ننسوش ايضا نعمل السؤال اللي نتلقاه ويقول لك انا نستعمل الاستعمال اليدوي للهاتف النقال، هي عندما نرد على الهاتف ونستعمله كلتا الاذنين او باذن واحده او حتى ونستعمله ايضا باش نشوف خريطه الطريق ونشوف جي بي اس من خلال التطبيق. اليوم الحمد لله المركبه راهي مزوده بعده تقنيات حديثه اللي تمكن ان نوضع الهاتف في مكان يكون مرئي ليا، يكون في موضع حتى ما يشكلش ليا خطر، حتى نقول باللي انه اذا كنت كان معايا مرافق هو شيء جميل، لانه المرافق هو اللي راح يقوم بتلك المهام الاخرى بالاجابه بالرد او تصفح الجي بي اس اللي راه يحدد لنا مواضع الاماكن الخاصه. ولكن انت اذا كنت سائق ما عليك الا تركز او تكون التركيز تاعك كامل في حدود السياقه تاعك، لانه راح توصل بامان، توصل انت ولا حتى في العديد من الحالات نشوف اذا كان عندك العديد من المرافقين سواء كان من العائله تاعك او سواء كانوا من الاصدقاء، وبالتالي لحظه من تلك اللحظه تاع الهفوه، لحظه من الاجابه او الرد على تلك الرساله النصيه الا تكلفك غاليا. والله تكلف غالي في العديد من الحالات، حتى الزيارات اللي رانا نقوم بها للمستشفيات من اللي
نشوفوا الكثير من المصابين تاع ضحايا حوادث المرور، عندما تسالوا وتشوف اللي تقول يا هل ترى انه الفعل تاعك عندما قمت بالرد على الهاتف وش هو الثمن تاعو؟ يقول لك الثمن تاعو هو ثمن باهظ، سواء اللي فقد الرجل تاعو، اللي فقد اليد تاعو، اللي عاهات مستدامه. نقول باللي راه مازال متواجد عند المستشفى اللي راه يقوم باعاده التاهيل، لانه يطلب وقت كبير، وبالتالي نطلب منهم دائما انهم ما يقوموش بمثل هذه التصرفات. يبقى عندما نتحدثوا عن المخالفه المروريه في حد ذاتها، نقول باللي انه مصالح الامن الوطني راهي مجنده في هذا المجال. هناك عامل توعوي وتحسيسي من الثمن اللي رانا نقوموا به، نتجنب كذا، تجنب 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 تجنب. ولكن نقول ايضا نقول باللي انه في بعض الحالات حتى الاحصائيات في حد ذاتها نقول باللي اكثر من 98% من الاسباب الرئيسيه تاع الحوادث المروريه هو العامل البشري. ولكن كي نقول الاسباب هذه او المخالفات اللي تحت الصداره، نلقاو الاستعماليه ذوي الهاتف النقل من بين المخالفات المسببه لتلك الحوادث المروريه، ما بين الخمس مخالفات الاولى المسببه للحوادث المروريه. وبالتالي كان الموضوع هذا موضوع خاص، لانه شفنا في السنوات الماضيه مع دخول حيز التنفيذ لقانون المرور 0114 المعدل المتمم، كان هناك رد فعل ايجابي من طرف المواطنين حتى ما يستعملوش مثل هذه التصرفات. ولكن مع التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا وبالخصوص الهواتف الذكيه للسمارت فون اللي راهي كل المواطنين راهم مزودين بها، ولكن الاستعمال تاعها في بعض الحالات ما يكونش في المحل تاعو، لانه اذا كنت في مكان خاص ومتوقف ما تشكلش خطورة على كل المواطنين، او كنت في المكتب تاعك ولا في المنزل تاعك، تتصفح هذه الشبكات التواصل الاجتماعي، تتصفح الرسائل النصيه اللي راهم يرسلوها الزملاء تاعك. اركن سيارتك على الجانب، ولكن اذا استعملتها وانت تقود في المركبه تاعك، هنا نشوف لانه نركز على نقطه مهمه اللي دائما نذكر بها، اللي هو التركيز. فقدان، علاش نقول بلي انه هناك فقدان المركبه؟ كنشوف العديد من السائقين يفقد السيطره والتحكم تاع المركبه تاعو، وهي نتيجه لذلك الفعل اللي قام به، وهو عدم التركيز مع الطريق، عدم التركيز مع السائقين الاخرين. لانه شوف بلي انه عندما تقود المركبه تاعك في غالبيه الاحيان راح يكون هناك كبح للمركبات اللي في الامام ولا في الخلف. اذا كنت في الخلف وما شفتش الكبح تاع المركبه اللي راهي امامك، هنا تلك اللحظه تاع الهفوه اللي راح تكلفك الكثير، سواء اذا ما كانش حادث مرور جسماني راح يكون حادث مرور مادي، ولكن يبقى انه الاضرار الماديه راح تسحب لك تلك المركبه، لان المركبه في حد ذاتها راهي تمكنك تكون عندك حريه تاع التنقل في كل وقت وفي كل الحالات انت والعائله تاعك، ولكن اذا فقدتها راح تفقد حريه التنقل. ومن جهه اخرى اذا كنت متورط في تلك الحوادث المروريه وكنت ضحيه، هنا نقول بلي انه الضحايا سواء يكون جرحى ان شاء الله اللي العديد منهم راهم يتعافوا ويعاودوا يولوا الحياه الطبيعيه تاعهم، ولكن الماساه هي تلك الحوادث المروريه اللي نشوف انه ضحاياها هي تلك الفئه تاع الموتى. شفنا اذا فقدنا شخص واحد او شخصين او ثلاث اشخاص بفعل ذلك التصرف او بفعل تصرفنا الخاطئ على مستوى الطرقات، والله شيء مؤسف جدا، لانه من خلال هذه الرسائل اللي رانا نوعوا بها الا راهي توصل في العديد من المرات الى كل الشباب اللي هم ايضا نوجه لهم الرساله خاصه بهم. نقول باللي كفاكم من التهور، كفاكم من الاندفاع نحو اللامحتهم، كفاكم من استعمال مثل هذه الوسائل الذكيه في غير محلها على مستوى الطرقات واثناء القياده. ولكن من جهه اخرى نقول باللي انه مصالح المدير العام الوطني سواء من ما تقوم به من عمليه تحسيسيه وتوعويه الا وراهي تركز على مثل هذه النقاط. ولكن اذا شفنا باللي انه هناك العديد من السائقين ما راهمش توصل تلك الرساله او ما راهمش يمتثلوا الى قواعد القياده السليمه، راح تكون العمل من نوع اخر وهو توقيع المخالفه المروريه. حتى نذكر السائقين نقول باللي انه الاستعمال اليدوي للهاتف النقل هو مخالفه مروريه تستوجب او تستدعي سحب رخصه السائق اذا تمت معاينه من طرف اعوان الشرطه على مستوى الميدان، وكثيرا ما يتم معاينتها الا راح تسحب منه رخصه السياقه وتوجه الى اللجنه المكلفه بالتعليق. هنا راح يكون التعليق لمده 3 أشهر او 6 أشهر بحسب طبيعة الفعل المرتكب، وهو الاستعمال أو لقيادة المركبة مع الاستعمال اليدوي للهاتف النقال. يبقى أنه نفصل في نقطة خاصة، يمكنك استعمال الهاتف النقال ولكن بخوذة التنصت الإذاعي وليس بكلتا الأذنين. هنا نستعمل الهاتف من خلال تلك الخوذة أو البلوتوث ولكن من أذن واحدة. لماذا من أذن واحدة؟ لأنه راح يمكنني أنه نبقى مع المحيط تاعي، نسمع واش كاين في المحيط تاعي، نسمع نكون على دراية، نكون على دراية بذلك المحيط. ولكن إذا استعملت الهاتف في حد ذاته
على مستوى المركبه وانا نقود نستعمل كلتا الاذن او الهاتف التنصت الاذاعي بكلتا الاذنين راح نكون في تشويش في تشويش راح نكون في عزله تماما عن المحيط الخارجي وبالتالي ما راح نسمع كل ما يتم تداوله عبر المحيط وهنا راح نكون ضحيه للحوادث المروريه. هنا نقطه خاصه بالسائقين ولكن دائما ننسوا انه مستعملي الطريق نفصلوا باللي نقول باللي انه ليس الطريق لا يتقسمه السائق فقط ولكن يتقسمه ايضا الراجلين هنا ايضا اللي نقول باللي نعرضوا حياتهم للخطر راك تمشي في الطريق ولكن ما تستعملش الهاتف النقال او الخوذه التنصت الاذاعي حتى تبقى في عزله عن العالم الخارجي. ما نشوف كما كاين العديد من الولايات اللي راهي متواجده فيها عربات ترامواي شفنا باللي العديد من الراجلين راهم يتنقلوا ولكن عندما يتنقل يوضع لو كيتمان هذاك ولا يوضع خوذه التنصت الاذاعي بكلتا الاذن يمشي على مستوى الطريق وبالتالي ما يشوفش الترامواي او ما يسمعش حتى الصفارات الانذار تاع العربات الترامواي في العديد من الحالات راح يكون عرضه تاع الدهس وفي غالبيتها راح تكون اذا ما نقولش حوادث مرور جسمانيه ولكن راح تسبب له الام راح تسبب له انقسامات او انفصامات على مستوى الجسم تاعي وبالتالي هنا نقول باللي الاهميه والحذر او الحيطه والحذر اللي مطلوبين على مستوى الطرقات سواء كان بالنسبه للسائق سواء كان بالنسبه للمشاة هي لها اهميه كبيره من خلال ضمان تنقلات امنه على مستوى الطرقات. اكيد اليقظه والحيطه والحذر اكيد تكون من واجبات المواطن الامتثال مثل هذه القواعد. أكيد لا أشك في مهمتكم النبيلة اللي تقوموا بها على مستوى المدير العام للأمن الوطني من خلال الحملات التحسيسية والتوعوية. لو نروح ربما للغة الأرقام أو الحصيلة المسجلة أو عدد المخالفات اللي سجلتوها على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني في الفترة الأخيرة والله بخصوص الاستعمال اليدوي للهاتف. والله بالفعل اليوم نقول باللي انه الحصيله في نقول باللي الحصيله الخاصه بالحوادث المروريه هي حصيله ايجابيه لانه هناك انخفاض في مؤشرات الامن المروري على مستوى الطرقات راهي متقاربه ما بين 1 إلى 2-3% بالنسبه لفئات القتلى وهذا هو الاهم من ذلك. وايضا نقول باللي انه حتى الحوادث المروريه خلال فترات الحجر الصحي هي بدات تنقص لانه المركبات في حد ذاتها او السائقين ما راهمش ينتقلوا الى فتره محدده تقريبا من الثامنه ليلا الى غايه الخامسه صباحا. هنا هي مؤشرات ايجابيه في هذا المجال وايضا نشوف لانه المجهودات اللي راهي تقوم بها مصالح المديريه العامه للامن الوطني من خلال توزيع القوه البشريه بصفه محكمه على مستوى كل المقاطع الطرقيه لضمان عدم التورط عدد من السائقين في مثل هذه الحوادث المروريه. اما فيما يخص مخالفه الهاتف النقال نقول باللي انه هي راهي تقريبا في المرتبه الثالثه من عدد المخالفات اللي راهي تثبت من اللي راهي مثبته او يتم استيقاف سائقيها في حاله التلبس من طرف السائقين ولكن الخطوره في حد خطورتها نقول ليست بالخطوره الكامله بالنسبه حتى نقارنوها مع مثيلتها من المخالفات الاخرى عندما نشوف انه هناك السرعه في حد ذاتها او تجاوزات المناورات الخطيره اللي راهي تحت المراتب الاولى في هذا المجال ولكن نقول بانه هناك ايجابيه في الحصيله اللي كنسجلها مصالح المديريه العامه للامن الوطني على مستوى الطرقات ولكن خلال فتره الحجر الصحي هي ملاحظه بسيطه اللي نقول باللي هناك سرعه هناك تجاوز هناك مناورات لانه يدخلوا للمنزل في خلال فتره الحجر الصحي على 8 بدا بانه يلحق قبل تلك الفتره في اقصر وقت ولكن من خلال ارتكاب تلك المخالفات اللي راهي يتعرضوا الى الخطر الحتمي وهو يكون ضحيه او يكون متورط في الحوادث المروريه وبالتالي ندعوهم الى التحلي بروح المسؤوليه وليس يكون عنده وعي من نوع اخر لانه نترك فاصل زمني اللي راح يمكنني ان ندخل المنزل قبل 8 تاع الليل وما نسببش في حادث مروري وما نسببش حتى للعائله في اي ضرر مادي حتى ما نقولش بلي انه ما نسببش حتى يكون هناك ضرر مادي ولكن نقول بلي هناك ضرر معنوي حتى نشوف اذا كنت شفت حتى في بعض الحالات رانا نشوفوا كنتمشوا على الطرقات ونشوفوا من العديد من الحوادث المروريه عندما تمشي وتشوف ذلك الحادث نشوف حتى الاصطدام في حد ذاته المركبه كيفاش ولات او حتى السائقين اللي نشوفوا اللي راه مجروحين هكاك بالدم هذاك حتى نشوف انه الطفل في حد ذاته والشعور تاعو او حتى الزوجه او الابناء او حتى انت في حد ذاتك راح يبقى راسخ ذلك المقياس المعنوي لديك وبالتالي هنا نقول باللي انه اذا شفت مثل هذه الصور نقص من تلك الهفوات نقص من تلك التصرفات السلبيه اللي راك تقوم بها على مستوى الطرقات وبالتالي انا في العديد من الحالات علاش ما نقول ما نستدرجش بلغه الارقام لانه الصوره في حد ذاتها اصدق تعبير من الرقم لانه اذا قلت بلي هناك 30 شخص كانوا قضوا حتفهم على مستوى الطرقات والله شيء مؤسف عندما تتحدث عن مثل هذه الارقام ولكن لها دلاله خاصه عندما نقول 30 او 20 او 20 شخص ولكن تبقى انه اصدق شيء بالنسبه لقسم المشاعر هو الصوره في حد ذاتها او عيش او تعايش ذلك
ذلك السائق او المواطنين اللي شافوا ذلك الحادث المروري، كان في بعض الحالات تشوف الحديث في حد ذاته كيفاش كان قدامك وتعرف السبب تاعو في حد ذاته، شفت لانه سواء كان ذاك الشخص قام مثل مناورات خطيره او استعمل الهاتف او ما الى ذلك، يبقى انه عندما نعيش مثل هذه الحوادث الا وراح ترفع وتلمي لدينا ولو لفتره زمنيه محدده ذلك الفعل الايجابي لكبح تلك التصرفات على مستوى الطرقات. وينبغي ان نراجع انفسنا، ليس كذلك؟ نراجع انفسنا والله من خلال ما نقدمه للسائقين من هذه المخالفات، من هذه الصور، من هذه النصائح، هو لمراجعه النفس. علاش دائما نقول لانه اذا قدمنا مثل هذه النصيحه العديد من السائقين راهم يتقبلوها، لانه لازم بصدر رحب. علاش نقول بانه لازم يكون عندنا صدر رحب، لازم يكون عندنا وعي من شيء من نوع خاص. علاش نقول بلي وعي من نوع خاص؟ لانه اذا كان وعينا في مجال السلامه المرورية أو سلامتنا من خلال تنقلاتنا، من خلال الاحترام الخاص لمعايير السلامة والقواعد على مستوى الطرقات، ما نتصرفوش بطريقة اندفاعية بخصوص بطريقة اندفاعية. صحيح. لأنه الاندفاع نحو لا محتوم، هنا راح يكون مثل هذا الكبح إلا وراح يقينا أن نكون متسببين في تلك الحوادث المرورية، وراح نقي أنفسنا والعائلة تاعنا والأصدقاء تاعنا ونبقاو عندما نتنقلوا نقول باللي الكلمة التي تحضرني نقول هو الاستمتاع بالطريق هو أجمل شيء، لأنه راح تقود المركبة في وقت قياسي توصل وتمشى إلى الأماكن اللي تقصدها وتولي المنزل تاعك بكل راحة وطمأنينة. ولكن إذا ما قمش مثل إذا تجاوزت حدود التصرفات تاعك إلا راح تكون المأساة كبيرة على مستوى الطرقات، سواء من الجرحى سواء من القتلى. وبالتالي ما علينا أنه نكون مساهمين في عجلة السلام على مستوى الطرقات، نكون مسؤولين وننقل هذه الرسالة. حتى الغالبية الحين والله عندما نشوف العديد من الاباء اللي راه يرافقوا الابناء تاعهم راه عندهم دور مهم، حتى في بعض الحالات نشوف ما ديرش مثل هذه التصرفات، نقص السرعه، هذه مثل هذه النصائح اللي راه يمدوا الاباء الاوليه تاعهم والله في العديد منهم راه يتبقى لهم وترافقهم طيله العمر تاعهم، لانه راح يكون سالم. شفنا باللي حتى السلامه في حد ذاتها نقول باللي انه نحيي العديد من السائقين تقريبا في مشواره من عنده 40 سنه تاع سياقه او 50 سنه تاع سياقه لم يكونش متسبب او لم يتورط في حادث مروري. هذا الاهم من ذلك، راح يكون يحافظ على نفسه ويحافظ على اهله ويحافظ على المحيط تاعه. جميل جدا. سيدي الفاضل، ونتكلم حول خطوره استعمال الهاتف النقال على مستوى طريق السيار شرق غرب وعلى مستوى المسافات الطويله، خطورته في هذه النقطه سيدي الفاضل؟ والله الملاحظه العينيه نقول باللي انه طريق السيار في حد ذاته هناك مسافات طويله راح يقطعها السائق في ربوع هذا الوطن، هي تقريبا هي مقاطع طرقيه جميله جدا، مقاطع طرقيه اللي ما فيهاش فواصل، وبالتالي هنا العديد من السائقين راح يكون نقول باللي انه راح يضع ثقه كامله في المركبه تاعو. وشفنا باللي المركبات الحديثه راهي مزوده بانظمه خاصه وهي يحدد لي ليميتاسيون دو فيتاس، يحدد السرعه تاعو بالمركبه، يوضع ذلك المؤشر ويخلي المركبه تمشي، وهنا ينسى او يتغاضى على المحيط تاعو ويستعمل الهاتف النقال ويبقى في تواصل مستمر مع الاصدقاء تاعو، راه يصور في المحيط تاعو، راه ياخذ صور لجماليه ذلك المحيط. هنا نقول بلي انه طول المسافه راح يرافقها عامل اخر وهو عامل تعب وعامل ارهاق. صحيح. هذا من جهه. من جهه ثانيه نقول بلي انه القياده لمسافات طويله من دون انقطاع راح نفقد ذلك الروح من اليقظه، ما فيش تجديد، تجي الطاقه من جديد، الطاقه تاعنا راح تكون ليست متجدده، وبالتالي هنا راح تكون كما نقول لك الغفوه في الكثير من الحالات راهي تسبب. حتى احنا كنا عيشناها انه تسوق لمسافات طويله ما رقدتش في الليل بصفه كبيره اللي تمكنك باش تقود المركبه في الفتره الصباحيه، الغفوه في حد ذاتها راح تكون للحظات. والله العديد من الاشخاص يقول لك انا غفيت لي ثانيه وثانيتين، هي ولا هي الاصل انه غفيت لي اكثر من تلك المده الزمنيه، ولكن الحمد لله ما وقعش ضحيه الحوادث المروري. ولكن غالبيه الحوادث اللي راهم يوقعوا في الطريقه في طريق السيار لانه على اثر تلك المسافات الطويله والاستعمال هذا الهدف الهاتف النقاله، وايضا تنسى المحيط تاعك لانه راك تقسم ما بين المركبه الصغيره ما بين الحافله ما بين وسائل النقل البضائع، راك تمشي بمحاذاتهم، وبالتالي الخطوره تاع الحادث في حد ذاته اذا كنت تغاضيت او استعملت ذلك الهاتف لمده طويله ومشيت طويله خاصه مسافات طويله الا اذا كنت هنا حتى ما ننساوش بان السرعه المحدده في طريق السيارة هي 120 كيلومتر في الساعه. هنا راح تكون المركبه راح تكون سريعه حتى في الحد ذاته، حتى الكبح في حد ذاته راح يطلب مني انه يكون عندي وقت اضافي، راح تكون مسافه امنيه خاصه اللي راح نتكلم عليها في موضوع اخر، لانه رد الفعل او الكبح او رد الفعل الايجابي لتوقيف المركبه تاعها راح يكون له مده طويله، وبالخصوص في الارضيه الزلقه والارضيه المبلله.
الحاله. ما ننساوش ايضا أن المقاطع الطرقيه الخاصه بالطريق السيار راهي فيها المنحدرات الكبيره والمنحدرات اللي فيها تقريبا نقول لك كي تشوفي في الاشارات الطرقيه راه فيها 5% منحدر او 10% بين الزمن المرتفع. هنا السرعه اذا كانت 120 كيلومتر متر خليت المركبه تاعك تسير في ذلك المنحدر واللي تقريبا راه نسبه المنحدر تاعو هذاك راح تكون اكثر من 5% راح السياره تزيد تندفع راح حتميه او نقول باش توقف المركبه تاعك بطريقه امنه راح الخطوره راح تزيد وتنسى روحك وانت تتكلم في ذلك الهاتف النقال ولا او من جهه اخرى راك تقوم باخذ تلك الصور وترسلها للزملاء الاصدقاء تاعك. هنا حتميه الوقوع ضحيه الحوادث المروريه راح تكون كبيره وكبيره جدا وبالتالي ما علينا الا كبح مثل هذه التصرفات. نقول باللي القياده لمسافه طويله ولمسافه امنه تطلب منا الاستمتاع بالطريق اكيد الطريق خاصه في نقطه مهمه سيدي الفاضل طريق سيار الشرق غرب يعتبر طريق خطيره ليس كذلك يقع فيه الكثير من حوادث المرور بما انه تمر فيه الشاحنات وما الى ذلك سيدي الفاضل. ربما في فضاءات الان اليس كذلك فضاءات للراحه للاستراحه محطات تزود بالبنزين اليس كذلك باش يتسنى للمواطن الجزائري انه يتخلص من التعب تاعو ياخذ شاي يقتني قهوه اليس كذلك سيدي الفاضل في فضاءات الاستراحه عندما تنقل بصفه فرديه او لمهام اخرى. نقول باللي انه الملاحظه العينيه اللي ما زلنا نشاهدوا على مستوى الطرقات انه العديد من المواطنين وبالخصوص العائلات منهم راهم يتوجهوا الى تلك الاماكن الراحه او حتى محطات الوقود اللي راهي مجهزه بكل وسائل الراحه. نعم. هنا نشوف الشيء الايجابي انه كما قلتي انه العديد من العائلات راهم يتوقفوا ياخذوا وقت مستقطع انه يتناولوا العديد من المرطبات يجددوا الطاقه تاعهم خاصه السائق علاش في العديد من الحالات. نقول باللي انه الحادث المروري بالنسبه للمسافه الطويله هو الارهاق والتعب وبالتالي هذا اذا قسمت ذلك المقطع الى ثلاثه او اثنين للتوقف راح نسترجع كل الامكانيات الطاقويه تاعي حتى تمكني من التنقل من دون ان نكون ضحيه في حوادث المرور. يعطيك الصحه شكرا لك سيد محمد صداقي محافظ الشرطه شكرا لك كنت معنا ضمن فقره السلامه المروريه شكرا لك شكرا على كل النصائح القيمه اللي قدمتها للمشاهد الكريم يعطيك الصحه وبارك الله فيك ويومك موفق ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه. يلا مشاهدينا نروح بكم الى موضوع خاص بالزميل عزيز العامري اين سيعرفنا على جمعية اللي هي جمعية نعم مش قلت لي فتيحة جمعية اليوسفية نعم العامري عزيز العامري والمزيد تتعدد الطبوع الفنية الجزائرية وتتنوع من منطقة إلى أخرى لكن الموسيقى الأندلسية تبقى من أهم الفنون الموسيقية الراقية التي تستقطب جمهورا واسعا وتحظى برواج كبير في كل ربوع الوطن. مليانة أو قبلة جبل زكار الشامخ أين كل شيء يوحي أن التراث الأندلسي يتخذ من علاقتها ملجأ. هنا تقف اليوسفية جمعية وإن وصفت بالثقافية فهي مشكاة تشع بالتراث التربية الفن والثقافة. جمعية نتاعنا تأسست في 1997 وعطينا لها اسم على الوالي سيدي أحمد بن يوسف في اسم اليوسفية. درت بعض عدة نشاطات في الموسيقى الأندلسية والنوعات حتى في المدح الديني. درنا جولات في ما يخص مثلنا الولاية في بعض الولايات. الجمعية هي ماهيش فقط جمعية ثقافية أندلسية يعني هي فيها جو عائلي جو عائلي جدا جو يعني أخوة كبيرة يعني سيتو ريشس هالثقافة أنا عندي هذا الفن سيتو ريشس. مع احنا في الجزائر عندنا الله يبارك ثلاث مدارس مدارس يعني طبعا يعني الغرناطي اللي في تلمسان وطبع الصنعة هنا في الوسط وفي الجزائر العاصمة. يا
يجتمع عند بهوها أساتذة، أطباء، مهندسون وشباب. أين اضمحلت الفوارق في وحدة لا تتجزأ، قد تكون على هيئة نغم المنضودين الأندلسية، تغازلها توشية أو انقلاب أو حناجر تغني لا لشيء إلا لتثبت للمرة الألف أن الجزائر كانت الوريث الأمين لحضارة عظيمة قامت يوما بأرض جرياب وابن تشفين. طالبة حرات سلمى 23 سنة، متحصلة على شهادة الماستر بدرجة متفوقة ماجور دو برومو في تخصص تاريخ الجزائر الحديث اللي يبتدأ من 1519 ميلادي إلى 1830. أنا طالبة في سنة 2013 بالتحديد، قررت بدعم من الأب ديالي ربي يطول في عمره والأم ديالي والأخت ديالي كذلك أنه نندمج في جمعية عريقة تقدم فن راقي في مدينة مليانة التي أسكن فيها. شاءت الأقدار أنني سجلت وتعرفت على أستاذ الأب الروح ديالي أستاذ قموري بورنوار ربي يطول في عمره في سنة 2013. فكانت تسجيلاتي بعد ما قدمنا الملف قبلني الأستاذ وبديت في الجمعية اليوسفية بمليانة منذ ذلك التاريخ، حوالي الآن عندي 7 سنوات، يعني كأنها عائلة ثانية، يعني فيها كلا، يعني فيها طلبة، فيها حتى الصغار الكبار من كل الأعمار ومن كلا الجنسين. خضرة بمانال، خريجة ماستر 2 أون جيوتكنيك. ألوغ أنا بديت كي كنت أون بريمير، في البريمير، ومن بعد حبست. بون في البريمير ما درتش بزاف، حبست عاودنا ولينا، عاودت وليت كي كنت في سي ام بروميير ولا دوزيام اني، عاودنا ولينا و لا بليبار دخلوا في هذاك الوقت تما دخلت معاهم، ورا محسوبانا نعتبروا من القدم تاع الجمعيه وتربينا في هذه الجمعيه ملي كنا صغار. محمد بكريطاوي مهدي من مدينه خميس مليانة. جمعيه اليوسفيه نظن انه احتوت كثير من الشباب وكثير من الاطفال باش يندمجوا يدخلوا للقطاع الثقافي ولا يروحوا لقطاع اخر في سبور ولا في حاجه واحده اخرى. نتمنى يعني في المستقبل ان شاء الله تجي تفتح لينا بيبان. احنا مثلا رانا نعانيو مثلا من مشكل المقر ما عندناش، احنا رانا غير هكذا مسكين الناس متطوعين، رانا كيفاش باش يكرينا هذا المكان هذا، وماذا بين وكان المصالح كما قال الولائيه ولا تاع مديريه الثقافه وسياده الوالي، لكن اذا تكرموا ان شاء الله يعطيونا على الاقل مقر باش نكونوا يعني بيان ستابيليزي. فيا ايها الزائر لمليانه، فإن تولي وجهك صوب اليوسفية فعند أبوابها تهذب الأذواق وترتقي النفوس. كان هذا مشاهدينا روبورتاج خاص بالجمعية اليوسفية الأندلسية بمليانة اللي ما زال محافظة على هذا الإرث الثقافي والطابع الموسيقي الأندلسي العريق. تحيتنا لها في هذه الصباحة، تحية صباحية عطرة نزفها إليكم أيها الأحبة. أنتم اللي راكم تتابعوا فينا الآن مباشرة على القناة الأرضية والجزائرية السادسة، نقولكم فاتكم القليل ولا يزال الكثير بجوابتنا، ونصل وياكم إلى تذكير ثاني بأحوال الطقس مع صابرين العوفي بوزيان، لكن بعد فاصل قصير. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.
صباح الخير أمينة، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذن بالنسبة لتوقعات أحوال الطقس لنهار اليوم بحول الله، مساحة الأرصاد الجوية ترتقب عودة الاستقرار من جديد، هذا بارتفاع الضغط الجوي على حوض البحر المتوسط وشمال البلاد، سيسمح أيضا لعودة ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا. بالنسبة لصبيحة اليوم احتمال دائما لبقايا بعض الأمطار نحو أقصى السواحل الشرقية، تتبعها تناو فترات صفاء وسحب عابرة، الرياح تبقى قوية نسبيا خلال هذه الصبيحة نحو منطقة الأوراس تقرب 50 كيلومتر في ساعة، بينما يعود صفاء من جديد على المناطق الوسطى والغربية بعد تلاشي الضباب محليا على السواحل، سحب عابرة أيضا بشمال الصحراء وأجواء مشمسة تماما بكافة مناطق الجنوب الكبير مع تطاير للرمال محليا بأقصى الجنوب وبشمال الصحراء مما سيجعل الرؤية متوسطة. فيما يخص الحرارة التي سجلت خلال فجر نهار اليوم كانت باردة خاصة بمنطقة الأوراس، سجلنا درجتين فقط بباتنا، 9 بالعاصمة، ببسكرة، بالواد، ببشار، تقريبا نفس المقياس بتمن راس وجنات، و17 كانت كعلى مقياس بأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى المنتظرة خلال ظهيرة اليوم سترتفع إلى غاية 22 درجة كعلى مقياس بوهران، بمستغانم، بتلمسان، 19 درجة بالعاصمة، 18 بتيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل وعنابة، في حدود 13 درجة من البيض إلى غاية باتنا، 21 درجة بشمال الصحراء، 24 درجة بتندوف، 26 درجة بعين صالح، وأخيرا 33 درجة على مقياس بأقصى الجنوب. فيما يخص البحر سيبقى مضطرب خلال هذه الصبيحة على طول الشريط الساحلي، الرياح أيضا تبقى قوية نسبيا لكنها ستضعف خلال الظهيرة بحول الله، حتى البحر سيتحسن تدريجيا. اتجاه الرياح سيكون من غربي إلى جنوب غربي، يدور إلى شمال غربي بسواحل الشرقية. بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية بإذن الله أجواء باردة مع تساقط للثلوج بشرق القارة، بموسكو وكييف 4 درجات تحت الصفر بموسكو، درجة واحدة بكييف، أجواء غائمة مع أمطار بإسطنبول، نفس الأجواء بباريس ولشبونة، أمطار على شكل زخات بلندن. أما فيما يخص درجات الحرارة ستقرب 3 درجات فقط ببرلين، ترتفع بدرجة واحدة نحو فيينا، 8 درجات بباريس، 12 بلندن ومدريد، 16 درجة بإسطنبول، و17 درجة على مقياس بعاصمة البرتغال لشبونة. نعود إلى أرض الوطن على مستوى العاصمة، وقت الغروب بإذن الله سيكون في حدود 5 مساء و33 دقيقة، وتبعا لأكثر تفاصيل تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. أتمنى يوم سعيد للجميع بإذن الله، والعودة إلى أمينة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. يعطيك الصحة، شكرا لك زميلتي صابرين العوفي بوزيان على تقديمك لأحوال طقسنا في جولة خاطفة للتعرف على أحوال الطقس عبر ربوع الوطن وعبر مختلف دول العالم. يعطيك الصحة صابرين، ستلقاكم أكيد زميلتي صابرين في تذكير آخر لأحوال الطقس من خلال مختلف نشرتنا الجوية اللاحقة عبر قنوات التلفزيون الجزائري. يلا مشاهدينا، من أحوال الطقس سنطير بكم إلى جنوبنا الشرقي وإلى محطتنا الجهوية بورقلة، أين يلتحق بنا وعلى المباشر زميلي هشام يرفع. صباح الخير أمينة، صباح الخير لكل مشاهدي التلفزيون الجزائري، من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب الغربي ببشار ألتحق بك أمينة وبالمشاهد مشاهد التلفزيون الجزائري ضمن برنامج صباح الخير يا جزائر. رحلتنا اليوم سوف تكون في شقين كالمعتاد مشاهدينا الأفاضل. الشق الأول يتعلق بدخول الجامعي الذي سوف يكون بعد ساعات، هكذا أقول بعد ساعات من الآن، وحديثنا كذلك سوف يعود بنا للاحتفال باليوم الخاص بالجبال وبذكرى
مظاهرات 11 ديسمبر. أهلا بكم مجددا، وللحديث عن الشأن الجامعي وكل ما يتعلق بهذا الأمر أستضيف معي في هذا الصباح الأستاذ سعيد معموري مدير جامعة بشار. صباحكم سعيد وأهلا وسهلا بكم أستاذي. شكرا ونشكرك على التحية الاستضافة. فيكم. شكرا. طيب حتى نتحدث عن الجامعة جامعة بشار، في البداية دعنا نتجول بجامعة بشار زمكانيا ونتعرف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكرك سي هشام على الاستضافة، أشكر التلفزة الجزائرية على الاستضافة وتمنحنا الفرصة أن نتحدث قليلا عن الحدث الهام اللي هو الدخول الجامعي 2020-2021 بعد ما مرت العالم والجزائر خاصة والجامعة والتعليم بصفة خاصة بمخلفات جائحة كورونا. نعم. جامعة بشار تكونت من 8 كليات، اللي بدها كلية التكنولوجيا، كلية العلوم الدقيقة، كلية الآداب، كلية العلوم الإنسانية، وكلية العلوم الاقتصادية، وكلية الطب. نعم. ما يخفاش عليكم أنها سوف تكون في عامها السابع، الحمد لله سوف نشهد هذا العام تخرج أول دفعة من الأطباء لجامعة بشار. نعم. وما يخفالكش أنها سبقتهم تخرج دفعة من تخصص من أطباء متخصصين العام الماضي، وسوف تكون هناك تخرج دفعات على التوالي حتى 2022 اللي يبلغ عددهم 81 متخصص، ناهيك عن الطلبة عن الأطباء. في المسار في المسار التكوين في الليسانس عندنا حوالي 39 مسار في الليسانس، وعندنا حوالي 60 مسار في الماستر في تخصص متعددة اللي هو يضم كل الكليات، وعندنا مسار الدكتوراه 32، عدد الأساتذة الإجمالي يبلغ 670 أستاذ، وعدد الطلبة حوالي 11000 طالب. أيوة. على العموم هذه جامعة بشار بعجالة وباختصار. بارك الله فيك الأستاذ سعيد معموري. طبعا الحديث يجرنا لاختتام العام الماضي المتوقف في مارس جراء جائحة كورونا فيروس، كيف كان هذا الأخير؟ نعم، أنا توقف الدراسة 12 مارس 2019، ونظر للظروف اللي مرت بها الجزائر لأنها كانت إجراءات واتخذت من طرف الوزارة الوصية أنه يكون تعليم عن بعد، وأن التعليم عن بعد في نظري أنها كان ناجح لحد ما، لأنه كان في بعض العراقيل خاصة احنا في الجنوب وتباعد المسافات وانعدام بعض المدن على الانترنت، من تدفق الانترنت، أنه منع بعض الطلبة من أنهم يكونوا مواكبة التعليم عن بعد. بعد كان هناك في إجراء من مجرد أنها كانت ان سينيال فير بارابور لاسوسياسيون سانيتار، وين كانت استتباب الامر الصحي نوعا ما، انها كانت بروتوكول صحي اعيد من الوزاره الوصيه لوزاره التعليم العالي، وخلاو ترك الامر للجامعه انها تكيف البروتوكول الصحي على حساب البيئه وعلى حساب خصوصيات كل منطقه وعلى حساب على حساب المنطقه وخصوصياتها، انه اعيد بروتوكول صحي مواكب في اطار البروتوكول اللي عدات وزاره التعليم العالي، والحمد لله ان بتضافر الجهود. بمناسبه نشكر كاع كل الجامعه باطقمها بادارتها باساتذتها بطلبتها بعمالها، انها كانت واحد تضافر الجهود كبيره لتطبيق البروتوكول والاتمام السنه الجامعيه. ما يخفالكش انه كان النقل ما كانش متوفر النقل، وان بتضافر جهود طلبة بينهم طلبة جل المنظمات الطلابية والخدمات الجامعية والخواص من النقل، أننا استطعنا نجيب طلبة تاع تندوف، طلبة تاع أدرا، طلبة تاع البيض، طلبة تاع النعامة لإتمام السنة الجامعية، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أن أعد بروتوكول وأن دو فاك، أون في دو فاك أو ليو دو تروا فاك، أون ديفيزي نومب ديتيديون دو بور ريسبكتي لو بروتوكول سانيتار، والحمد لله امور تمت على العمول واحد 95-99% ان اني العام الجامعي. نعم. خلاف بعض
اللي راها في صدد الانجاز من انسكريبسيون الى غير ذلك. طيب هذه الامور كلها كانت اجراءات ومجهودات وتكاثف جهود كما اشرتم، اضافه الى الاجراءات الاداريه والاجراءات يعني نقول المسلم بها يعني بديهيا انها لازم منها، في اجراءات اخرى مرافقه واللي كانت مفروضه علينا هذا السنه واللي تتعلق بالبروتوكول الصحي. بالنسبه للالتحاق والعوده كيف كانت وكيف تعاملت جامعه بشار بهذا الامر، خاصه انه عوده الطلبه للمره الاولى بعد الجائحه؟ نعم، وما يخفلكش ان 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 ما كانش من السهل، لم يكن من السهل تطبيق البروتوكول الصحي. نعم. وان في اطار العدد لما يكثر العدد يصعب لا فا سي ديفيسيل دو ميتريزي لو فلو تاع لي ستودي. دونك سي بور سا اون 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 ادوبتي ستادير اننا اون فا اسمح لي نتكلم فرنسيه اون ادوبتي ان بروتوكول وين اون ليميت لو نومبر ديتوديون. سي بور سا اون بريفي دو فاك بو بوفوار لي ميتريزي. Donc il y a la réduction تاع le nombre d'étudiants في les salles. Donc de mettre مثلا 16 تخفيض عدد الطلبه تخفيض عدد الطلبه 20 طالب لكل كل 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 قاعه. تحديد مسارات وين ما يكون با يا با ان كروازمون بين لي ستوديون ما يكونش تقاطع بين الطلبه. توفير هذا في الوقت يعني وقت الخروج والدخول وقت الدخول يعني. توفير 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 المعقب لو جيل هيدرو الكوليزي والمحافظه على ديستونسياسيون، ولو انه في الواقع نظريا ممكن نشوفوها نظريا انها ممكن تطبق، مي واقعيا الامر كان ما كانش من السهل لان لابد من تحضير نفسي للطالب والوعي كامل اللي تطبق. بدون وعي نتاع طالب ولا تاع عامل ولا تاع استاذ ما نقدروش نوصلوا للمبتغى. طيب هنا الجامعه كذلك خضعت لي او اعتمدت نظام التفويج. اعتمدت نظام التفويج كما سبقت وذكرت انه درنا لاديكسيون تاع لو نوم ديتيديون سادير باش ما يكونوش العدد كامل باسكو ما نقدروش نابسوري با اون بو با ابسوربي لو نوم ديتيديون دان كو. دونك قسمناهم كي قسمناهم سهلنا توفر المراكز البيداغوجيه ولي سال يسمح لنا باش نفوجوا في الجامعه ويخلينا اون ميتريز ميور اون بليس ثاني في الخدمات باسكو ما ينهكش باسكو الاقامات الجامعيه باش توفر اون شامبر بور شاك ايتيديون سي با ايفيدون. دونك لو نومبر دو لي شويه ليميتي. دونك لو فات كو اون ريدوي نومبر ديتيديون خلانا نصف خلنا نصف حنا هي البروتوكول اللي كان معاد وزاره التعليم العالي كان ثلاث افواج تفويج ثلاثه. باسكو كاين جامعات اللي عندها 20,000 طالب اكثر من 50,000 طالب ما يقدروش يديروا كيما حنا. دونك سي بور سا الوزاره ما قيدتش الجامعات بتطبيق البروتوكول الصحي لوزاره التعليم العالي، وهنا مشكوره وزاره التعليم العالي خلت لكل جامعه خصوصياتها ولكل منطقه خصوصياتها. تكيف البروتوكول الصحي وفق المعطيات المعطيات الموجوده على الصعيد المحلي. طيب الاستاذ سعيد معموري مدير جامعه بشار، الى اي مدى تم اتمام وانهاء العام الدراسي في كل جوانبه واشكاله؟ الحمد لله في كل جانب من جانب بيداغوجي ومن جانب لي ديليبيراسيون ايتو فنقدر نقول اوني 99%. تصفونه بالناجح يعني. بالناجح الحمد لا. لله معناها نسب النجاح ممكن نعطيك نسب النجاح المتوفره لدي نسبه النجاح اللي كانت نسبه النجاح بالنسبه لكل المستويات حوالي 95%، نسبه النجاح العلوم الطبيه 97%. دونك هذا في العموم في العام هذا. بالنسبه درك التحضير كيفاش تشوفوا هذا الارقام مقارنه بالانقطاع عن الجامعه الارقام اللي كانت تسهيلات من وزاره التعليم العالي باسكو كيمشي جابت نتيجه جاب تقرير لاريتي 633 الى دوني بلوس دو فاسيتاسيون بور فيناليزي لان يونيفرسيتار سيدير كو كاين بعض الطلبه اجل لهم انهم انتقلوا افيك دي دات. ايوه دونك مع مراعاه الحالات النفسيه للطلبه مع مراعاه الحاله ممكن ان كان طلبه اصيبوا باقارب تاعهم بامراض ومنا اتخذت الوزاره اجراءات اللي تسمح باخذ بالاعتبار كاع الظروف تسهيلات مرور الطلبه اللي نعم. تسمح لهم باش جميل. طيب التحضيرات الخاصه بالعام الجديد العام الجامعي الجديد كيف تتعامل معه جامعه بشار، خاصه واننا نعد الساعات الاخيره كما قلت العد العكسي كونتاربور نحو انطلاق السنه الجديده اللي راح تكون يوم 15 ديسمبر بحول الله ان شاء الله. بالنسبه للتحضيرات انا بدات منذ انطلاقه الموسم لان سي بروجيكسيون باسكو اون فوا نديرو لي ليبراسيون يفو لي انسكريبسيون تاع لي ستوديون ري انسكريبسيون تاعهم
دونك لا ريانسكريبسيون بدات اوفيرا ميزيون سان باراليل لا فيناليزاسيون ديال العام بدينا لا ديليفرانس تاع لا ديليفرانس تاع لي ريفيت نوت باش الطلبه يديروا لي ريانسكريبسيون تاعهم. وهذا العام الحمد لله ما خليناش الامور تمشي بواحد اون بريزونسيال، درنا اون بلاتفورم سابا فيا ان سيت ويب وين يسهل العمليه لي ريانسكريبسيون تاع الطلبه باش ما يكونش فيها وهذا الجانب الايجابي من ناحيه الجانب الايجابي تاع الكوفيد اون بارونتيز انها تخلي المجتمع ككل انه يعاود النظره للتعامل مع الامور، لان كاين بزاف دي فاسيتاسيون ستادير اون بارل بوكو دو لا بيروكراسي مي سا في بارتي دو لا فاسيتاسيون دو لا شوز ستادير سي اوتوماتيكمون ان ايتيديون عندي جي با فايل با بوزوان دو ريفنير افيك ان دوسيي دي بابي باش يدير لا ريانسكريبسيون. وان والطلبه الجدد انها تمت بالبلاتفورم بروغريس افيك بروتوكول وين الطلبه دو ريانسكريبسيون تاعهم فيا لو سيت نتاع الوزاره اللي هو ارضيه بروغريس. والحمد لله الامور راه ماشيه بوتيره، نقدر نقول نعطيك ارقام مثلا نسب التسجيل انا في الطلبه الجدد انا 100% بعد تحويلات واننا قبلنا براتيكمون 100% تاع لي دوموند تاع لي ترونسفير. اون ا بوبري واحد 1800 ايتيديون ويا فين دوموند واحد 100 دونك اون 1900 ايتيديون جديد في الجامعه وصار براتيكمون هاد لا فاز اللي فيني 100%. دونك بالنسبه للسنوات الثانيه والثالثه والماستر والماستر 2 ا بوبري اون 80 اون بلوس دو 80% في الماستر باسكو في الماستر 1 باسكو اون ريسكريبسيون 80% 80% كامله انجزت، بقى لنا لي 20% اللي هي رحنا في قيد الدراسه تاعها، مي حنا براتيكمون رحنا في 96%. ما شاء الله. طيب هذه القاعده الرقميه تخدم الطالب والجامعه بشكل كبير، خاصه فيما يتعلق بالبروتوكول الصحي، تباعد تلقائي للوصول الى الجامعه عن طريق جهاز الكمبيوتر او عن طريق السمارت فون فقط من خلال هذه الارضيه الرقميه. الاستاذ سعيد معموري مدير جامعه بشار، كلمه التي توجهونها للاسره الجامعيه اساتذه وطلبه بمناسبه الدخول الجامعي الذي سوف يكون بحول الله يوم 15 ديسمبر الحالي. دونك قبل اذا سمحت لي سي هشام قبل ما نطرق للكلمه الاخيره للطلبه انه ما كملتكش بروتوكول المعد للسنه الحاليه انها في لو نومبر دونك حنا سعينا كانت يافي دو سيناريو اللي اقترحتهم وزاره التعليم العالي. حنا مشينا في سيناريو اننا تكون الاسبوع على 6 ايام وتقسم على 3 ايام لكل دفعه، معناها تقسم الى دفعتين وكل دفعه دير 3 جور، معناها باش ما يكونش لو ميم نومبر في الميم اونسانت في لي ميم جور، معناها اوليو كو لونيفرسيتي اكي لو نومبر ديتيديون دان كو في لا سومان اون فا سيباري اون دو جروب، كل جروب يقرا 3 جور. تخفيض للنصف. تخفيض للنصف وكل جروب يدي 3 جور في تخفيض الحجم الساعي، ان الكور كان ساعه ونصف ولي ساعه، هذا سمح لنا باش نديروا الاسبوع كامل نديروه في 3 جور بوشاك دفعه. هنا الاشكال ما عندنا عوائق من ناحيه النقل نهار السبت من الخدمات، ان شاء الله سوف يعالج. وعندنا اشكال ثاني من ناحيه الاقامه، ان شاء الله يكون فيه حل من ناحيه الاقامه وين يكون احترام بروتوكول الصحي. بحول الله. بالنسبه للكلمه اللي وجهها للطلبه والاساتذه، اود ان اشكر كل الطلبه وكل الاساتذه والعمال على المجهودات المبذوله، لان ما يخفالكمش ماشي من السهل ان الانسان يجي خايف في ظروف اللي خدموا فيها الاساتذه والعمال اللي هي ظروف مناخيه اللي فوق جهتنا باسكو على المنطقه، واننا ولينا في مادوت الناس كانت تخدم وكانت مجهودات جباره، لا من ناحيه انك دير ان سوماستر دو 6 موا ديرو في 2 موا سي با ايفيدون، دونك يا ان افور كيتي ديبلواي دو لونسومبل تاع لو ستاف ادمنستراتيف، الاساتذه، عمال، طلبه، خدمات جامعيه، السلطات المحليه، واود ان اشكرهم واشكر الوزاره الوسيه على المرافقه اللي رافقتنا من ناحيه الاعدادات تاع البرامج، من ناحيه الدعم والمد اللوجستيكي لاتمام السنه الجامعيه وتحضير السنه الجامعيه القادمه. بارك الله فيك، نشكرك كثير سيد سعيد معموري على حضوركم معنا ضمن برنامج صباح الخير يا جزائر، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وانطلاقه موفقه للجميع. شكرا سي هشام ونشكركم وجد الشكر والتحيه
الاستضافة، وإن شاء الله يكون فرص أخرى نتكلموا على أفاق الجامعة بحول الله ومتطلعاتها. الجامعة واقع وأفاق بحول الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الأفاضل، الشق الأول من إطلالاتنا الصباحية ضمن برنامج صباح الخير يا جزائر من شاشة التلفزيون الجزائري وصل إلى نهايته. نلقاكم في الشق الثاني بعد الاستراحة النغمية. فخر ومجد أني استشهدت إن سئلت كالات، لك الممات لك الحياة، أنت حرة ووعدي وفيت. ذكروا الأحياء واذكروا فالتاريخ يشهد، عهدنا جاهدنا وحررنا اسمك في التاريخ كتاب. قولوا للأجيال واذكروا أبطالا كنا فكونوا، جاهدنا وحررنا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. حديثنا في الشق الثاني مشاهدينا الأفاضل يكون على اليوم العالمي للجبال الذي صادف هذا العام الذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر، والتي تم إحياء المناسبة بولاية بشار بالعديد من التظاهرات. طبعا الاحتفال الرسمي شهد العديد من المحطات، منها توزيع سكنات على مختلف الشرائح، منها 100 مسكن لفائدة ضحايا الإرهاب، ومساكن تخص البناء الريفي لبلديات القناتسة إجلي وولاد خضير. على كل حديثنا في هذا الفقرة سوف نستضيف من خلالها الأخت محمد شريف كاتيا، أو نيت محمد شيوخ عفوا كاتيا، هي مفتش رئيس للغابات. نقول لك مرحبا بك وأهلا وسهلا بك. مرحبا أهلا بكم. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير يا الجزائر، شكرا على الاستضافة. يعطيك الصحة. برنامج الخاص بهذا المناسبة اليوم العالمي للجبال والذي أحييتموه على مدار 3 أيام،
نعم، يعني تحت شعار الجبال والتنوع البيولوجي أو التنوع البيولوجي للجبال، يعني وتحت رعاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ولإبراز الدور الحيوي للتنوع البيولوجي لدعم يعني النظام الغذائي لهذه المناطق، نظام غذائي مستدام لهذه المناطق الجبلية ولسكان هذه المناطق، ارتقت مديرية العامة للغابات عبر كل ربع الوطن أن يكون احتفال رسمي بهذه التظاهرة، وهو 11 ديسمبر من كل سنة. وهذا الاحتفال يعني محافظة الغابات لولاية البشار لا يفوتها أن تضع برنامج على مدار 3 أيام. نعم. يعني وهذا البرنامج يعني اليوم الأول كان على مستوى مؤسسة تربوية هي متوسطة بن عياد خليفة، أين كان لنا عرض تقديمي حول أهمية الجبال لفائدة التلاميذ والطاقم التربوي، وكان لنا عملية غراسة لا تفوتنا أن نكون يكون بصمة لمحافظة الغابات في كل مؤسسة تربوية بحملة تشجير. اليوم الثاني كان يوم إعلامي، يعني كانت لنا حصة إذاعية لإبراز هذه الأهمية دائما في نفس الموضوع على يعني للمستمعين على إذاعة الثورة. واليوم الثالث وهو اليوم الأهم هي رحلة استكشافية واستطلاعية معذرة لمنطقة بن زيرك المحاذة لجبل عنتر. لا. يعني لا يفوتنا أن نذكر مشاهدينا أن هذه الاحتفالات تتصادف أو تتزامن مع ذكرى منعرج مهم جدا إبان الثورة التحريرية، وهي تظاهرات 11 ديسمبر أين قال الجزائريين الجزائر للجزائريين. نعم. مدام ذكرتي بن زيرك، نقول أنه المنطقة هذه حدودية مع ولاية النعامة والجهة الشمالية من الولاية، تعرف سلسلة جبلية هامة منها جبل بشار وجبل عنتر وجبل سيدي مومن، سلسلة متنوعة من الجبال. نعم يقول نعم. وهذا التنوع اللي تشاهده ولاية بشار فيها الجبال وفيها الكثبان الرملية، يعني الجبال الرملية التي تظهر في جنوب الولاية على الحدود مع أضرار، بينما الحمادة نلقاها على الحدود مع ولاية تندوف. نعم، هذا ما يجعل لولاية بشار أو من مهام محافظة الغابات صعب جدا في ولاية بشار، لأنها تتنوع من بنظم بيئية متعددة. يعني كما سبق أن ذكرت هي حتى المناخ مناخ متنوع، يعني نعم. من مناخ شبه قاري إلى مناخ قاري إلى مناخ صحراوي صحراء. يعني متنوعة، ما جعل من تنوع أنظمتها البيئية وما جعل من مهامنا أن نكون محافظة عليها أكثر. يعني كما قلت، لماذا منطقة بن زيرك ولماذا جبل عنتر؟ نعم، إذا كان ممكن نرجع إن شاء الله للحديث لماذا منطقة بن زيرك وجبل عنتر بالذات، لكن بعد ما نشوف هذا الإطلالة الصحفية من العرش حول الحدث. قصد غرس ثقافة بيئية وترسيخ روح الانتماء والهوية الوطنية للأجيال الصاعدة، وعشية الاحتفال بذكرى الخالدة لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 والتي تزامنت مع اليوم العالمي للجبال، احتضنت متوسطة بن عياد خليفة ببشار نشاطات مختلفة شاركت فيها كل من محافظة الغابات وجمعية مشعل شهيد. من الواجب علينا أن نقف اليوم ليس للاحتفال بالذكريات، وإنما لتذكير الأجيال الصاعدة بهذه المحطة التاريخية وما قدمته ثورة أول نوفمبر المباركة. تنظيم أسبوع حافل لهذه التظاهرة، وذلك بقيام بالحملات التحسيسية، حملات الغرس مع الجمعيات المجتمع المدني وكذا على مستوى المؤسسة. لم نجد أحسن من هذه المناسبة المزدوجة التي تتوافق وتحقيق أهدافنا التربوية، غرس ذاكرة الوطنية وذاكرة التاريخ الجزائري في ذاكرة أبنائنا، وكذا غرس الثقافة البيئية وثقافة التشجير في أبنائنا. المعرض التاريخي والتشجير محطات كانت استكشافية استحسنها التلاميذ. أنا سعيدة جدا لأننا قمنا بالتشجير كما تلاحظون في مؤسسة عندنا، استفدنا اليوم بفوائد ومعلومات بزاف تفيدنا في القراية. مشعل شهيد اليوم كان عنده محاضرة ألقاها علينا وكان فيها بزاف معلومات على هذا اليوم. لتبقى مثل هذه المبادرات كفيلة بغرس حب الوطن للجيل الجديد.
شكرا من العرج مرة أخرى. مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل، الحديث عن اليوم العالمي للجبال ونشاطكم الأخت كاتيا. لماذا السؤال الذي طرحناه قبل الفيديو، يعني لماذا منطقة بنزيرك ولماذا جبل عنتر؟ أولا منطقة بنزيرك سبق أن ذكرت هي الحدود مع الولاية الشمالية لولاية بشار، هي ولاية نعامة. أول منطقة بنزيرك معروفة بالمستثمرات الفلاحية، يعني كما سبق وأن ذكرت أن الشعار لهذه السنة هو التنوع البيولوجي للجبال، يعني لإبراز هذا التنوع البيولوجي على هذه والأثر الذي يعود على المنتوجات الجبلية، يعني المناخ الجبلي الذي يعود على المنتوجات الجبلية وإبراز هذه المنتوجات من العسل والخضروات والأشجار المثمرة. يعني كانت لنا زيارة لمستثمرة فلاحية الغرور العربي، أين كامل الحضور معنا اللي كانوا معنا كجمعيات مجتمع المدني منظمات كشافة الإسلامية مع أشبالها، أين استفادوا من عرض هذه المنتوجات. وجبل يعني جبل عنتر هو أعلى جبل في المنطقة، نعم. الذي يبلغ ارتفاعه 1953 متر، نعم. وعلى يعني هناك كما سبق وأن ذكرت يعني هناك جبال أخرى، سلسلة جبلية لبشار وجبل قروز الذين تشاركوا مع البلد الشقيق المغرب. يعني كل هذه الجبال تابعة لولاية بشار، هي يعني كما نعلم أن الجزائر تحظى بسلسلتين جبليتين، سلسلة الأطلس الستيلي وسلسلة الأطلس الصحراوي، وجبال ولايتنا يعني من خلال سلسلة الأطلس الصحراوي. نعم، جبل عنتر وحده في حياة برية، اكتشف جزء منها وبقيت أشياء كثيرة لم تكتشف بعد من خلال الرحلات الشبانية ورحلات المستكشفين ومن لديهم شغف للحياة البرية، سجلوا الكثير من الأمور بهذا الجبل. محافظة الغابات لولاية بشار، كيف ترى الجبل وأهمية هذا الجبل بما يحمل وبما يخبئ؟ نعم، لماذا يعني قبل يعني أن نبرز أهمية الجبال، يعني سنرجح على عالميا لماذا 11 ديسمبر، يعني لماذا حتى جمعية الأمم المتحدة وضعت هذا اليوم 11 ديسمبر من كل سنة يحتفل به. هي الدولة الأولى التي احتفلت به هي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لما لاحظت أن هذه النظم البيئية بدأت تتدهور. يعني النظم البيئية لما أقول النظم البيئية هو كل تنوع البيولوجي من حيوانات، تنوع الحيوانات وتنوع النباتات، الغطاء النباتي بدأ بالتدهور. يعني في جمعية الأمم المتحدة احتضنت هذا اليوم منذ 2002، أيوة. أين تحتفل بلدنا الجزائر كما عودتنا في كل يعني الاتفاقيات العالمية، هي من بين البلدان الأوائل التي تمضي الاتفاقية، في السنة الموالية 2003 تحتفل به الجزائر. نعم. يعني لهذا يعني حتى نبرز أهمية هذه الجبال، كما قلت أن هناك هواة للسياحة، يعني هو ملجأ للهواة، هو يحتضن غطاء نباتي مهم جدا، ما يجعل للحيوانات ملجأ لها، يعني وهذا بالمناخ الخاص به. يعني هناك على مستوى العالمي هي مركز للشعوب الأصلية، يعني هذا في على مستوى العالمي، على أغلب المياه العذبة هي منبعها الجبال. يعني كل هذه الأهمية، ولا ننسى أن يعني لما خلقت الجبال، يعني أهميتها في سورة النبأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا، يعني حتى وصف الله عز وجل أوتادا يعني جذور، يعني لولا الجبال لاستقرار الأرض لولا الجبال لفقدت الأرض توازنها. نعم. يعني لهذه الأهمية استوجب علينا أن نحافظ عليها. نعم، كيف يحافظ الواحد منا على القيمة الجبلية بما؟ نعم، كيف يعني أيضا المشرع الجزائري لم يترك لنا ثغرة، يعني في سنة 2004 وضع قانون أو صدر قانون مؤرخ ب 23 جوان 2004 الذي ينص على حماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة.
أيوة. يعني دائما لا نوسيون دو ديفلوبمون دورابل، يعني المحافظه على التنوع البيولوجي كما هو في هذه المناطق الجبليه. اين نجد الماده 13 من هذا القانون تنص على انشاء صندوق خاص بهذه المناطق؟ يعني كي نقولوا صندوق، ان كل المشاريع التنمويه وكل تهيئات الاقليميه على مستوى هذه المناطق تمول من هذا الصندوق. نشكرك كثير على حضورك معنا الاخت كاتيا. تمنيتنا لكم بالتوفيق أنتم كذلك في مهامكم، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله. شكرا لكم على مرافقتكم على نشاطات محافظة الغابات الولايات. شكرا مشاهدينا الأفاضل، هكذا نوصل لختام هذا الإطلالة الخفيفة الظريفة من تلفزيون الجزائري ضمن برنامج صباح الخير يا جزائر. عودة مرة أخرى لزملائنا بالاستوديو المركزي وأمينة، إلى اللقاء. يعطيك الصحة زميلي هشام يرفع، كنت معنا وعلى المباشر من جنوبنا الغربي وبالضبط من محطة بشار الجهوية. شكرا لك ولضيوفك الكرام ويومكما موفق. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. يلا مشاهدينا ضيف الصباح، لكن بعد فاصل قصير. ضيفي لهذا الصباح هو من أمهر الذين زاوجوا بين خطوط الهندسة المعمارية. هو فنان تشكيلي من مواليد 67-900 بالعاصمة. كان منذ طفولته شغوفا بالرسم والتصوير، ومن هذا الشغف ولدت مسيرة فنية مستمرة قادها بالتوازي مع ممارسته كمهندس معماري في بجاية. بينما كان لا زال طالبا نظم معرضه الأول في معهد الهندسة المعمارية بجامعة البوليدة، وطور أسلوبه الفني على مر السنين منتقلا من النسخ البسيطة والصور الشخصية والمناظر الطبيعية وغيرها من الرسوم الثابتة إلى أسلوب شبه رمزي. ضيفي لهذا الصباح هو محمد شفاع الوزاري، فنان تشكيلي جزائري. صباح الخير سيدي. صباح الخير عليكم. اهلا ومرحبا بك، نشكركم على الاستضافه الطيبه. اهلا ومرحبا بك معنا، انت معنا على المباشر عبر برنامج صباح الخير يا جزائر. جئتنا من عاصمه الحمادين بجايه، مرحبا بك الناس بجايه بهذه الصفحه. شكرا لك سيدي الفاضل. سابدا سيدي الفاضل من حيث طرح عليك السؤال. عندما طرح عليك سؤال مؤخرا، كيف ينظر محمد شافع والزاني إلى الفن التشكيلي؟ فقلت فاختصرته في جملة واحدة بقولك: الرسم أبعد ما يكون من العلوم الدقيقة، بل إنه أقل حتى من مجرد حل. لماذا؟ لأن الفن التشكيلي بعيد عن العلوم الدقيقة، سيت اون باسيون. الفن التشكيلي هي حاجة نظن تسكن فينا، وجدانية روحانية. اكزاكتومون، سي من الأشياء التي تمثل ذات الإنسان بطبعها. على كل حال سي اون باسيون كي تخرج ذواته مكنوناته ربما. اكزاكتومون، تخرج واش عندنا في الداخل. وسي من غير الثقافة بشكل عام، قبل ما نجوزوا إلى الفن التشكيلي، الثقافة حاجة مهمة جدا. هي واش يبقى في الحضارات القديمة، واش يبقى عندنا، سي سورتو الثقافة اللي خلوها، سي الفنون اللي خلوها، سي المدن اللي بناوها، سي الهندسة المعمارية هو الفن الأول، الفن التشكيلي هو الفن الثالث في الكلاسمون دي ترتيب الفنون. دونك هذا واش يبقى، واش تخلي لنا لومانيتي اون جينيرال عبر التاريخ وعبر العصور. سي تو سكي اون ريلاسيون مع الفن اللي يدوم في التاريخ. هذا حتى من لونتيكيتي. لونتيكيتي خلونا رومان، خلونا دركا دي سيتي كي سون اكستراوردينار. ومازالها في هذه دونك لي سيتي اونتيك، الفن موجود في كل مكان فيها. في كل كسوا في لي كونستركسيون، كسوا في لي موزايك، كسوا في لي سيراميك اللي خلوهم،
ودركا حنا رانا في المسيرة تاعهم سا فو دير اون ايسي دو سانسبيري دو تو سكي ا ماركي لي توندونس تماشي تماشي لي توندونس الفن التشكيلي فيه عدة ديال الفنان هو يقول الفنان وابن بيئته أليس كذلك؟ نعم. ينقل أيضا هموم مجتمعه ويرسمها أليس كذلك في بورتريهات؟ اكزاكتومون هي الفن سي ان بوزوان هي الحاجة نسحقوها سي ان بوزوان دو سيكسبريمي في وجداننا ممكن تجي في الصغر في اغلب الاحيان تجي في الصغار كاين الناس انا شكون دي جون جات لهم في الكبار حتى خداو لا ريتريت تاعهم باش بداو يمارسوا الفن وكان ينجحوا بزاف باسكو اي مومون دوني ايزون سونتي كي زافي سو بيزوان دو سيكسبريمي باش يبينوا واش راه في الداخل تاعهم اي سي ان بيزوان اي دونك سا بارتيسيب ثاني كا ليبانويسمون د لانديفيدو باش الواحد يخرج كل ما عنده يلا كيف كانت بداية محمد شفع الوزداني مع عالم الريشة والألوان بما أنك تحدثت عن هذه البداية النقطة البداية كنت ملي بديت أي ترافقك الموسيقى الجميلة يلا كي هضرتي على الموسيقى جوستومون أنا ندير علاقة قوية بو موا بين الموسيقى والفن التشكيلي دون فاسون جينيرال في فيما يخص يعني طريقه التناول المواضيع انا الفن التشكيلي الرسم بديته ملي كنت صغير كي كنت صغير ديجا كنت نغريفوني هكذا بالقلم كنت نرسم كنت و هذا واش داني باش ندير جوستومون الهندسه المعماريه خاطر انا كنت في كي كنت في المتوسط وكي كنت في السكوندير ثانيك دونك كنت درت رياضيات شعبة رياضيات انا كنت نحب ندير دونك الفنون الجميله لكن كي كنت عندي الجهه هذه تاع الماتيماتيك كان عندي حب ثاني للماتيماتيك دونك قلت ندير الهندسه المعماريه فيها فن وفيها علوم دقيقه فيها فيزيولوجي دونك جي في اركيتكتور وما ندمتش على كل حال وعلاش خاطر دراسه الهندسه المعماريه يمكنتني بدراسه التيارات المختلفه اللي ظهرت في الفن بطريقه عامه لان التيارات اللي ظهرت في الفن التشكيلي كي نتكلموا باغ اكزومبل على الكونستركتيفيزم السيرياليزم لو كوبيزم تيارات ظهرت باسكو سي دي زيكول مدارس اكيد يكونوا فيها جينيرالمون فنانين تشكيليين يكونوا فيهم معماريين يكونوا فيهم دي بوات دونك سي دي زيكول يبداو في اول الامر يظهروا في الفنون التشكيليه ويمتشوا بعد ذلك الهندسه المعماريه وعلاش خاطر سي اون فاصون دو هي تحوس على طابع جمالي دونك اون بو ليكسبريمي سور اون توال كوم اون بو ليكسبريمي سور اون فاساد دان باتيمون واجهه فوالا دونك تيارات ال سون يا بوكو دو سيميليتود بيناتهم دونك كي درسي كونت ايتودي ليستوار كريتيك دو لا هي تقريبا نفسها اللي راهي في الفن التشكيلي واللي راهي في الهندسه المعماريه دونك انا هذه حاجه عاونتني بزاف باسكو انا جو دي توجور بلي الفن الفن التشكيلي دو فاسون جينيرال بطريقه عامه ماشي ليست فقط ظاهره تقنيه يعني سي با اون كيسيون دو ميتريس تكنيك لا ميتريس تكنيك الواحد ينجم يدخل اليوتيوب يتعلم تقنيه كيفاش تخدم لوحه زيتيه ولا كيفاش تخدم لاكواريل ولا كيفاش دركا كاين بزاف لي تقنيات لكن الظاهر الثقافي يظهر لي مهم جدا صافي دير يفو اون كولتور كي اكومباني سا باش تفهمي انا دركا حاليا راني في غالب انفان اون كون بارتي راني في الفن التجريدي وشبه التجريدي دركا صافي دير سيت وصلت لهذا الان لهذا التيار ما بديتش به بديت برمزي شبه رمزي اليوم وصلت دونك للكورون هذايا مي باش الواحد يفهم هاد لي كورون لازم يفهم ليفوليسيون تاعهم صادير ماشي ليفوليسيون تاعي تاع شافعي عوزاني اون طون كانديفيدي كيفاش بديت من فيغوراتيف سومي بلوتو لا 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 بانتور رياليست دابور الواقعيه بديت نرسم طبيعه دي بيزاج دي بورتري كيما كل فنانين باش سونتي البزوان جوز شبه رمزي ومن بعد شبه تجريدي سي ان شيمينمون وهذا الشيمينمون رياليتي هو نفس ذاته اللي راه في 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 في, في التاريخ
دير لي زارتيست بكري كانوا يرسموا الطبيعه بوندون دي سيكل حتى وين لحقوا ديزون فيغ لا فان دي 18 سيكل باش بدات الطياب باش لي جون سونتي مع ظهور تاع الامبرسيونيزم سي برومي كورون باش الناس بداو ديجا بداو باش يرسموا الواقع تاع الفطره بذاتها باسكو افون الامبرسيونيزم ديجا كاع الفنانين كانوا يرسموا مواضيع تاريخيه مواضيع اسطوريه مواضيع ما يرسموش ابار لي بورتري كانوا بزاف دو مي ابار لي بورتري كانوا كل الرسومات تاعهم كونت اون برون لي زلار دو لا رينيسونس في ايطاليا ولا دونك كانوا يرسموا مواضيع سواء تاريخيه سواء اسطوريه في يديروا لها طابعه جماليه بالطبيعه تو سا مي ما كانوش يرسموا الواقع اللي راحنا نشوف فيه دونك اول جيغي ريفولوشن ديجا في الاستيتيك كي جاوا لي امبرسيونيست بداو يرسموا مناظر تاع باريس مناظر تاع الناس في قهوه يشربوا قهوه سي لوكسيتي ولا مناظر في دون ان جاردين بوبليك سيتي ديجا اون بروميير ريفولوشن وهذه في ما يخص الموضوع بحد ذاته ومن بعد بداو في الالوان سافي دير كونت خاطر في القديم كان لازم الفنان il doit transmettre l'alwan qui m'a rahi fi el haqiqa ça veut dire ahsan shoghl fikri ahsan arsan c'est celui qui transmet le plus fidèlement possible ce qu'il voit avec ses yeux genre dessine un paysage ou un arbre ou un jabal ou un insan ça veut dire il est c'est comme la photographie صحيح الحق وقت بعد ذلك لحقت لا فوتوغرافي دونك باش ندير لك بورتري ندير لك صوره خير باسكو سي بلو فيدال الصوره دونك بداو لي امبرسيونيست بداو ديجا زادوا في الالوان سا فو دير ايل فون باسي لو ميساج تاعهم تاع سو كي باسي بصح الوغ فاصون يزيدوا لا توش تاعهم يزيدوا البصمه تاعهم البصمه تاعهم الخاصه يزيدوا البصمه دونك لي امبرسيونيست يزون اكزاجيري لي كولور سا فو دير حنا سي كوم سا كون اونفي دو فوار لا شوز اي لي كوم سا مي سي كوم سا كون اونفي دو لا فوار جاو الاخرين جا لو كوبيزم جا بيكاسو بيكاسو الى ريفولوشوني بوكوا ولا براك ولا بيكاسو باسكو يل تو ديسين تيارا كي هكذا دو فاس مي هو يل تو ديسين دو بروفيل طوني باسكو يل دروا هكذا دو فاس مي يل سي كو طوني دو بروفيل دونك يل تو ديسين دونك يل ديكومبوز يل فو ان ترافاي دو ديكومبوزيسيون هادي سي سا فاسون دو فوار هادي جيسي ديكسبليكي ان تي بو كيفاش لحقوا الفن التجريدي. جميل جدا، سيدي الفاضل محمد شافع الوزاني، إلى أي درجة وحد ساعدتك المهنة تاعك كمهندس معماري في التزاوج بين هذه المهنة وهوس العمل أو الإبداع التشكيلي؟ ساعدتك كثيرا أليس كذلك؟ ساعدتني كثيرا جو بونس ميم L'inspiration, même le fait qu'il y a une narration, ça a été fait pour l'Andes al-Ma'amari. Donc c'est inversement. كيفاش توفق بيناتهم؟ وكيفاش توفق بيناتهم؟ يتزوجوا مليح في الهندسه المعماريه والفن التشكيلي يتزوجوا مليح. انا كي درت السنه الاولى في الهندسه المعماريه كنا نرسموا بزاف باسكو انا في كي بديت الهندسه المعماريه مازال ماشي كيما اليوم لي زيتيديون اون اركتيكتور يخدموا بزاف على الكمبيوتر كل دركا سي دي لوجيسيال تو دركا ما يرسموش باليد لي زاركتيكت ميم انا اليوم كي نخدموا ما نرسموش محسوب بزاف باليد نرسموا سور دي زورديناتور مي كي بديت انا يافي با انكور لي زورديناتور كنا نرسموا بزاف باليد تو لي بروجي تاعنا المشروعات تاعنا كنا نرسموهم باليد وكي ترسمي مشروع باش دوني لا بيرسي كيفاش يولي فوا يتبلى لازم ترسمي تو سا دونك نخدموا بزاف لا بيرسبكتيف نخدموا بزاف ساعدتني بزاف ساعدني بزاف في الهندسه المعماريه جميل جدا يلا سيدي الفاضل راك مشارك بمعرض معرض خاص بدار عبد اللطيف تحت اشراف الوكاله الوطنيه للاشعاع الثقافي اللي انطلق المعرض امس وراح يستمر الى غايه 25 من شهر ديسمبر الجاري راك مشارك في 40 لوحه نحوها أنا مشارك في 42 لوحة بينها 32 لوحة دونك زيتية نعم سور دي طوال مقاييس مختلفة مي سي دي كران فورما اون جينيرال وب 10 لوحات بتي فورما مقاييس صغيرة سور بابيي دونك سي دي زاكريليك سور بابيي دونك فيها 42 لوحة اللي سي دون مون ستيل دون ما توندونس توجور ومعظمها درتها في ديزون واحد 75% فيها درتها في الفتره هذه تاع الكونفينمون في فتره الكورونا كورونا كيفاش كان الاقبال؟ كان اقبال كبير ربما كان اقبال أنا خاصه في ظل تفشي انا ما ظنيتش يكون اقبال على حساب الوضعيه اللي عايشين فيها لكن الحمد لله كان اقبال
وصا بدي غافيك بيان سور لو ريسبي دي ميزور باريير اي تو سا دونك ناس دركا على بالهم دركا لي جون ناس سي ميم با لا بان تقول لهم على بالهم بلي فو بران دي بريكوسيون فو ريسبكتي لا ديستانس سوسيال فو ميت لا بافيت فو جميل دونك سا سي بيان باسي. حبيت نعرف فقط ربما اهم المدارس اللي حكيت بها واهم المدارس واهم الرسامين الكبار اللي تستلهم منهم يسيخنا على ما اظن. Ici à Khamana, je le cite toujours, comme référence parce que Ici à Khamana, c'est un pionnier, c'est un maître de la peinture algérienne. Ici à Khamana, Khadda, Kadalik, Mohamed Khadda, c'est des gens qui ont posé les bases de la peinture moderne algérienne. Kain Khrein Tani, Kain Ali Khouja, Kain quand même des artistes. Baya, Mohamed Hassan. Baya, c'est un autre style. Baya, il est dans le style naïf. C'est pas mon style, Anna. Je suis. Mais la Hiatani, elle a contribué à l'épanouissement de Fen El Jazairi et Fil Kharj. C'était la première Hiya. Anna Stachnsna, elle a exposé à Paris. أكيد جميل جدا. أنت أيضا شاركت في العديد من المعارض داخل وخارج الوطن في صربيا في تركيا في إيطاليا وشرفت الجزائر أحسن تشريف سيدي الفاضل أليس كذلك؟ نعم شاركت في عدة معارض في فرنسا في إيطاليا في فلورنس في فرنسا مسمح لك هذاك الاحتكاك بين الفنانين العملي أو كيف منظور الفن التشكيلي في نظرهم؟ انا نظن هذه انا لو مونك جي سونتي في الاشهر القديمه هذه اللي فاتت بقينا في الحجر المنزلي تو سا انا سكي ما بوكو مونكي سي لي ديبلاسمون سي الخروج الى خاطر الاحتكاك هذا بالفنانين العالميين انا يظهر لي حاجه مهمه جدا اكيد حاجه مهمه بوكو باسكو ديجا حنا نتعلموا منهم Et en même temps, الحمد لله. جدا ختاما سيدي الفاضل شنو نقدروا نقولوا للمشاهد الكريم ربما للطفل الجزائري ربما اللي يكون عنده موهبه ربما باش يمضي قدما باش يطلق العلن الموهبه تاعو المدرسي. انا عندي طفل صغير اسمه دانيل عنده 9 سنين عنده موهبه كبيره في الرسم انا جوري فولي هو ولا الاطفال من ذاك الاسد هو ولا الاطفال بشكل عام انا جي توجور دي بلي الفن لازم يبداو يتعلموه من الصغر من المدارس الابتدائيه وماشي ساعه في الاسبوع ما تكفيش لازم اوقات لازم يفون دي كونساكري الوقت اللي لازم نسخروا الوقت تاعنا ولازمهم بوكو با يديروا زيارات للميوزي يديروا لهم زيارات للاكسبوزيسيون كيتكو باغ اكزومبل الاكسبوزيسيون تاع الدار عبد اللطيف وعلاش ما يجيبوش دي زونفون صغار يشوفوا بالك يونا رايحين يصيبوا لا فوكاسيون تاعهم كيشوفوا باسكو سي سا يفو فوا بارفوا باش لازم تشوف باش تصيب لا فوكاسيون تاعك يعطيك الصحة يعطيك الصحة بارك الله فيك محمد شفاعة وزاني فنان تشكيلي جزائري يعطيك الصحة على حضورك معنا في صباحة اليوم عبر برنامج صباح الخير الجزائر وفقك الله إن شاء الله بحول الله تعالى إن شاء الله يكون أيضا إقبال كبير بدار عبد اللطيف هكذا لأنه سيستمر المعرض إلى غاية 25 من ديسمبر الجاري يعطيك الصحة بارك الله فيك ويومك موفق الله يسلمك شكرا لك يعطيك الصحة يلا مشاهدينا من عالم الريشة والألوان الفن التشكيلي نروح بكم إلى موضوع خاص بالزميل محمد قايس وفي إطار تحسين خدماتها أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر مجموعة من العروض المغرية للمؤسسات الناشئة تحت الشعار باقة الشباب المقاول وبأسعار مغرية محمد قيس والنسي بفضل تكنولوجيا الإعلام والاتصال تضع مؤسسة اتصالات الجزائر باقة عروض لفائدة الشباب المقاول وأصحاب المهن الحرة تتضمن خدمات الأنترنت والهاتف والخدمات ذات القيمة المضافة بأسعار مناسبة لتسهيل سير عملها في بيئة داعمة للريادة القاعدية هي عبارة عن سرعة تدفق ل 5 ميجا تخفيض ب 15% لإنشاء موقع ويب و إيواء موقع الويب وكذلك يستفيد من 500 دينار مكالمات مجانية نحو الموبايل وتخفيضات نحو المكالمات الدولية الممتازة أو يعني العروض الباقية يصل التخفيض
إلى 50% بالنسبة لإنشاء مواقع الويب وإيواء مواقع الويب. هناك كذلك حوالي 3000 دينار مكالمات مجانية نحو الموبايل، وتخفيضات أهم بالنسبة للمكالمات الدولية. وعنده كذلك أدرس IP فيكس، يعني يستعملها لتسيير موقع الويب وإنشاء موقع الويب. فاتصالات الجزائر تعتبر نفسها شريكا رقميا لكافة القطاعات، مسهمة بشكل فعال في عملية التحول الرقمي. عبارة عن تشجيع للمؤسسات باش تنشئ مواقع ويب في الجزائر وتقوم بالإيواء تاعها في الجزائر كذلك، باستعمال سرعة تدفق جد مهمة وبأسعار مغرية. هذا يتأقلم مع احتياجاتهم للوجود في العالم الافتراضي. مؤسسة اتصالات الجزائر ترافق وتدعم الشباب بمنتجاتها الرقمية بهدف تقريب وتطوير الشبكة الخدماتية في المجتمع الجزائري وربطه بالخارج، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيات الشركة. هناك في موقع اتصال الجزائر www.telecom.gz عندنا وسائل الدفع عن بعد، مثلا في تطبيق الالكتروني لابليكاسيون او بايمنت اسباس كليون، يمكن للزبون انه يسدد التعبئه تاعو عن بعد، يعني بالانترنت. كل العروض التي تقدمها اتصال الجزائر هي قيمه اضافيه للمنتجات التي تبلغها اتصال الجزائر. نعم. أصبح بإمكان زبائن الوكالات التجارية التابعة لاتصالات الجزائر ولوج العالم الافتراضي والمساهمة في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. اليوم الزبائن يستعملوا الانترنت لاقتناء الخدمات، العروض إلى آخره. إذن على المؤسسات هذه باش تتأقلم مع الظرف الحالي لاستعمال هذه الباقات للتأقلم مع اقتصاد السوق الرقمي. صيغة العروض الجديدة القاعدية والممتازة والذهبية الخاصة بأصحاب المؤسسات الناشئة والأعمال الحرة تساهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية بفضل مختلف المنتوجات في الجزائر. باقة للعروض المغرية لفائدة المؤسسات الناشئة من إطلاق أو أطلقتها مؤسسة اتصالات الجزائر. لإطراء أكثر هذا الموضوع ضيف الصباح، لكن بعد فاصل قصير. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق معنا وعلى المباشر سيد لونيس سوفيالي، هو مدير التسويق بمؤسسة اتصالات الجزائر. صباح الخير سيدي. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك معنا، دردارك شرفنا في كل مرة. تابعت معنا الروبورتاج الخاص بالزميل محمد قيس حول العروض اللي أطلقتها مؤسسة اتصالات الجزائر لفائدة المؤسسات الناشئة وبأثمان باهظة وبأسعار مغرية. ماذا عن هذه العروض؟ هي عبارة عن سياسة انتهجتها مؤسسة اتصال الجزائر لمرافقة وتدعيم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والجد الصغيرة. الهدف تاعها هو تقديم عروض تتأقلم الميزانية تاعهم، لأن اليوم بالنسبة لاتصال الجزائر عروضها كانت موجهة أساسا للخواص، يعني في البيوت العائلات إلى آخره، والمؤسسات الاقتصادية مؤسسات كبيرة متوسطة إلى آخره. هناك نوع آخر من المؤسسات اللي هي الناشئة واللي أنشئت في إطار يعني أجهزة الأنساج كناك أنساج، يعني هادو الشبان هادو عندهم إمكانيات يعني صغيرة وراهم يحاولوا ينطلقوا في أعمال جديدة، ولوج إلى عالم الشغل. أكيد الوجوه التوجه إلى عالم الشغل. وكذلك عندنا مؤسسات أخرى عندها ميزانيات جد صغيرة كالحرفيين، أعمال حرة، المهن الحرة، يعني الوكالات العقارية، وكالات السفر إلى آخره، تحتاج إلى إنترنت يعني بخدمات إضافية مهمة وبأسعار تكون تتأقلم للميزانية تاعهم. طبعا لهذا يعني قمنا بدراسة ووجهنا لهم عروض مدروسة فيها خدمات عديدة.
يعني انه من يعني ما نستفدش من الانترنت فقط باش يمكن يعني نسير الاعمال تاع المؤسسه. نعم. لازم نكون عندي الانترنت بسرعه مهمه تدفق عالي تبدا من 5 ميجا بسعر 2000 دينار يعني سعر جد مدروس ويتاقلم على الميزانيه تاعهم تصل الى غايه 100 ميجا. ولكن لا نكتفي بهذه الخدمه، هناك كذلك الهاتف يعني معروف استعمال الهاتف والفاكس والايميل في الخدمات المؤسسات. الهاتف هناك عروض جد مورية لهذه المؤسسات بما فيها تخفيضات نحو الموبايل يعني أو يعني تقديم مبالغ للاستفادة من المكالمات الدولية والموبايل. والشيء الأهم هو تدعيم اتصالات الجزائر للمؤسسات هذه باش تنشأ مواقع والي، يعني نقدم لهم تخفيضات عندما يعني عندنا فرق تقنية تقوم بإنشاء مواقع الوالي يا إما لتقديم المؤسسة في العالم الافتراضي وإلا لاستعماله كأداة للتجارة الإلكترونية. اليوم التجارة الإلكترونية راهي تتطور خاصة في الآونة الأخيرة مع جائحة الكورونا والناس ولا تشري عن بعد وما تتنقلش إلى المؤسسات أو المحلات، يعني احنا نشجعهم بإنشاء مواقع ويب بتخفيضات تصل إلى غير 50% مقارنة مع المؤسسات الأخرى. هناك كذلك ينظر سي بي فيكس يعني باش ينجو الموقع تاعهم، وكذلك تسعيرة الإيواء إيواء موقع الويب اللي هو سعر جد مغري بتخفيضات كذلك تصل الى غايه 50%. احنا على بالنا بلك الشباب اليوم عنده وجود في الشبكات الاجتماعيه، يعني مؤسسه يدير حساب في الشبكه الاجتماعيه. نعم. ولكن هذا لي يكفي كمؤسسه مهنيه، لازم يكون عندها موقع ويب ولما لا موقع للتجاره الالكترونيه والتعامل مع المؤسسه الاخرى عبر يعني لكانال الكترونيك. هذا شيء مهم جدا. هذه يعني هي الخاصيات تاع هذه العروض واللي تصل الى غايه 100 ميجا، وحنا ندعو الشباب للتقدم الى وكاله اتصال الجزائر للاشتراك في هذه العروض عوض العروض يعني موجهه للخواص. كيف يتم الاشتراك؟ كيف يتم الاشتراك؟ بطريقه سهله جدا، يمكن اولا طلب الخط عبر الانترنت دون التنقل الى الوكاله التجاريه. نعم. لما يتم دراسه يعني امكانيه ربط المؤسسه بالخط، يعني المؤسسه يوصلها ايميل بطريقه سهله جدا، يعني خطكم يمكن انشاؤه في اقرب الاجال، يمكنكم الان توجه الى الوكاله التجاريه. يتوجه مره واحده المؤسسه للوكاله التجاريه لانه يقدم ملف في اول مره باش ثم يعني يبرم الصفقه مع اتصال الجزائر، ثم هناك فرقه تقنيه توجه اليه لمرافقته في الاشتراك في هذه الخدمة. أكيد عندكم أهداف من وراء تنظيمكم لهذه الخدمات أو إطلاقكم لهذه الخدمات، أهداف استراتيجية راكم تعملوا عليها؟ بالطبع، يعني لما قلت لك بأنه هناك عروض موجهة للخواص، عروض موجهة للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة وما إلى ذلك. هناك اليوم الاختصاص الجزائري متكون من مؤسسات صغيرة لستارت اب، مؤسسات ناشئه، فلونساج اكسترا، وهي بالمئات الالاف يلزم لها عروض تتاقلم. هذه هي استراتيجيه اتصال الجزائر، هي مرافقه هذه المؤسسات بعروض تتاقلم الحاجيات تاعها. جميل جدا. عندكم ايضا ثلاث اهداف راكم تمشوا عليها اللي هي الجوده، الفعاليه، ونوعيه الخدمات بالدرجه الاولى. الشيء مهم جدا من خلال خدماتكم. احنا نختار تكنولوجيات جديده ولا ننشرها في الاحياء في المناطق الصناعيه الى اخره، وهي تكنولوجيا الالياف البصريه. تسيروا التكنولوجيا. بالطبع، الالياف البصريه اللي راح تقدم نوعيه جد وعاليه في سرعه التدفق اللي توصل 100 ميجا، الشيء اللي ما كناش نقدروا نديروه بال يعني النحاسيه، الشبكه النحاسيه القديمه. الان بالالياف البصريه نوصل الى 100 ميجا، ولما نوصل الخدمه الى المشترك تاعنا توصل له السرعه 100%، يعني ما فيهاش يعني نقص في سرعه التدفق. صح. اقول لسيد لونيس، هذه الخدمات لاقت استحسان من طرف المواطنين واصحاب المؤسسات الناشئه المصغره وما الى ذلك. هناك يعني حتى في طلب كبير، طلب الحرفي طلب كبير جدا خاصه من طرف الحرفيين، المؤسسه، اصحاب المهن الحره يعني كالوكالات التجاريه، وكالات السفر، الاطباء، يعني المحامين. هناك عدة مؤسسات يعني المخابر ليزانايز ميديكال إلى آخر، كل هذه المؤسسات راهي تتوجه إلى وكالة تجارية الاتصال الجزائري لاستفادة من هذه العروض، لأنها خدمة توفر عدة مزايا. عدة مزايا. ختاما سيدي الفاضل، واش نقدر نقولوا لأصحاب المؤسسات الناشئة، المهن الحرة الصغيرة،
المتوسطة لما لا تفضلوا قولوا لهم ارواحوا ندعوهم باش يعني بيتوجهوا الوكالة التجارية للاتصال الجزائري لأن التكنولوجيات الإعلام والاتصال اليوم هي مادة أساسية في تطوير نشاط المؤسسة ورقم أعمالها يعني احنا نشجعهم باش يتوجهوا. يعطيك الصحة بارك الله فيك سيد لونيس سفيان مدير التسويق بمؤسسة اتصالات الجزائر كنت معنا مباشرة عبر برنامج صباح الخير الجزائر. شكرا لك وعلى كل المعلومات القيمة اللي قدمتها المشاهد الكريم والمؤسسات الناشئة بدرجة الأولى بارك الله فيك ويومك موفق. يلا مشاهدينا نروح بكم إلى العادات والتقاليد وتراثنا الجزائري العريق والأصيل أين سنتعرف على عادات وتقاليد مدينة الجسور المعلقة قسنطينة. للثقافة الجزائرية أصول وجذور قوية ضاربة في عمق الأزمان تراث تاريخها حافل بالعطاء والإبداع في كل المجالات هي قسنطينة سيرتا مدينة الجسور المعلقة أو مدينة الصخر العتيق تعددت مسمياتها وسحرها واحد تسخر بتراثها العريق من عادات وتقاليد ما زالت حية فيها حتى إلى يومنا هذا تتميز مدينة قسنطينة العريقة بلباسها التقليدي الخاص في الأعراس والمناسبات والمعروفة بالجبة أو القندورة الفرقاني تقليد متأصل تتوارثه الأجيال أبا عن جد إذ لا يخلو منزل بقسنطينة من القندورة فهي بالنسبة لأهلها ذو رمزية ودلالة على الأناقة والأصالة والعراقة وتعتبر الملاية زي المرأة القسنطينية التقليدي كانت ترتديها في تنقلاتها خارج بيتها وقيل بأنها كانت ترتديها كنوع من الحداد أو الحزن على موت صالح باي الذي كانت له منزلة خاصة وشعبية واسعة لدى أهالي المنطقة تشتهر قسنطينة بأطباقها وحلوياتها المميزة التي عرفت بها منذ القدم وما زالت تعبق كل بيت قسنطيني لتزين بها العائلات القسنطينية موائدها ولعل من أهمها الكسكس المشلوش القسنطيني شباح الصفرة المقروط والبقلاوة والرفيس وتعد الجوزية أحد أفخر الحلويات التي تشتهر بها مدينة قسنطينة خصوصا في شهر رمضان الكريم يعود تاريخها إلى العهد العثماني مصنوعة من العسل الصافي والجوز الذي أخذت منه تسميتها ونتيجة لذوقها وطعمها الخاص بقيت صناعتها تتوارثها العائلات القسنطينية أبا عن جد إذن هي قسنطينة مدينة الهوى وبلاد الرياس كلمات تصف جمالها وروعة طبيعتها وتنقل تاريخها التري مدينة الهوى مدينة الهوى والصخر العتيق مدينة الجسور المعلقة قسنطينة لما زالهم سكانها محافظين على العادات والتقاليد وتراثنا الجزائري الأصيل والعريق تحياتنا ناس قسنطينة في هذه الصبيحة يلا مشاهدينا ركن أسرتي مع حياة داكو لكن بعد فصل قصير حياة داكو راهي حاضرة معنا في هذه الصبيحة عبر برنامج صباح الخير يا جزائري نصبحوا على الخير صباح الخير حياة صباح الخير أمينة صباح الخير على مشاهدينا الكرام إن شاء الله يكونوا ملاح ويبدأوا بداية أسبوع موفق إن شاء الله إن شاء الله أمين يا رب العالمين عجبك الروبورتاج تاع قسنطينة إيه شباب ما شاء الله كي سألت حياة قلت أنت منين قالت لي منين من مسيلة خير ناس الله يسلمك يعيشك قسنطينة الجوزية البلاد كامل الولايات الله يبارك عليهم والقسنطينيين الله يبارك
ناس تهنوها شم... ناس همة والشان أليس كذلك؟ هدو تلمسان يقولوا لهم الهمة والشان وقسنطينة نفس الشيء. أيضا أيضا ما زالهم محافظين خاصة الجوزية اللي حبانا كثير. صح الجوزية عندي متابعين من قسنطينة ومدوا لي الجوزية بنينة يعطيهم الصحة ما شاء الله. تحياتنا لهم في هذه السابعة وتحياتنا لكل الجزائر عبر ربوع الوطن الحبيب. اليوم يلا حياة اليوم موضوعنا في غاية الأهمية يكمن في أشكال علاقات الزواج. ما هو الشكل الحقيقي أو الشكل الصحيح للزواج حياة فيما يكمن؟ دوكا الشكل الصحيح هو راهو معروف، لكن الناس من المشاكل والحياة اليومية اللي يتعرضوا لها ينساوا الشكل الصحيح ويعودوا عايشين شكل علاقة ماشي مليح كامل. اللي نهضروهم قبل من بعد نقول لهم الشكل الصحيح في الأخير، وإن شاء الله يسعفنا الوقت برك. يلا كاين الشكل المتلاصق، عندنا شكل متلاصق، تلقيهم متلاصقين لبعض، هي تسقسيه لازم تعرف عليه كل شيء وهو لازم يعرف عليها كل شيء، وتقول له لازم نخبو على بعضنا والو، ويقولها لازم تخبي عليا والو نعرف كل شيء، تروحي مترا لازم يكون على بالي، وهذه العلاقة غير صحية. غلط، هذه راح تدينا الحب التملك، راح تدينا الغيرة متطرفة، راح تخليه تغير عليه، يبدأ لو كان تشوفه يهضر حتى مع أهله مع يماه ولا مع أخته ولا يحكمها فضول، يحكمها علاش وش هم يهضروا، يعني احنا علم ماشي راح زعما معلومات لو كان ما نعرفهمش راح يضرونا ولا جهلنا باشياء مش راح يضرنا، ما كان لهنا نعرفوهم ومعليش نتجهلوا باشياء، وهذا التلاصق ماشي مليح، هذا الشكل هذا التلاصق راح يؤدي لمشاكل واحد اخرين. مشاهدينا الكرام باش يكونوا عارفين واش رانا نحكوا، احنا نحكم من خلف من دراسات تعملت ومن بحوث، احنا لو كان نبداو نقولوا جدودنا وعاشوا كانوا لاباس عليهم وكامل، كل حاجه راهي تتطور وكل حاجه راهي تتقدم، وحنايا مادام راهي كل حاجه تتقدم الاهداف تبدلت، الاهداف تاع المعيشه تبدلت، نمط المعيشه تبدل، نمط المعيشه تبدل، الهدف اللي كان يعيش به الشكل اللي كان عايش به في العلاقه الزواج بكري كان المهم يعيش ويجيب دراري والسلاله تاع الانسان تبقى تمشي، من بعد ولاو تبدا تتطور الحاله، يعني دوكا الشكل والجوده تاع العلاقه اللي بيناتنا ولات عندها عامل المهم، لانه كاين بزاف حاجات متوفرين، الانسان راهو ولا يحوس ماشي غير مراه تتزوج برك وراجل يتزوج برك، ولا يحوسوا على شكل تاع علاقه صحيحه على هكا اللي راهم عايشين في شكل علاقه غير صحي وماشي مليح ننبهوكم، وعلى هكذا اللي حنا رانا نهضوا في هذا الشيء. كاين علاقه كانه حرف ا هذا الشكل اللي هذا ساند على هذا، هذا يعتمد على هذا، هذا روح الاتكالية ربما، هذا الشيء إذا صرا بعيد إن شاء الله قدر الله موت فراق سفر أي عفسة راح يطيح الشريك الآخر، على هكذا اللي هذا الشكل اللي تلقيها معتمدة على الزوج تاعها عليه تاكل عليه بزاف اغلب الامور، ولا هو تاكل عليها بزاف امور، لانه هذه النوعيه يجي نهار وين باسكو علاش يبقاو يتدرجوا، تبدا من البدايه هكا تقول لك بيان وكامل رانا سافا رانا، يكون قوه التحمل كبيره، من بعد تبدا تتطور التطور سلبي حتى تؤدي يا اما واحد تلقايه درك 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 ما يقول لك الا لقيت مثل شعبي يقول لك اذا لقيت زوج متفاهمين عارف باللي الدرك على واحد, يعني هذه ما ندوهاش كمفهوم مفهوم يعني كامل، لانه نقدروا نلقاو زوج متفاهمين وكل واحد يعرف المهام تاعو كل واحد يعرف الدور تاعو. تقسيم المهام مهم جدا. على هكذا اللي كاين افكار ومعتقدات مليح حنايا ننظفوهم في مخنا باش نسيروا في حياتنا نسيروا في حياتنا صافي، لو كان زوجهم يسمعوا فينا ومتفاهمين يقولوا الدرك على من عليك ولا علي صح صافي هذا المفهوم شويه نعرفوا واش رانا نهضروا. وقلت لك كاينين اللي لو كان ما تجروش نقولوا حرف الجر واسم المجرور، لو كان ما تجروش
ما يتحركش. المرأة لو كان زعما ما يبداش يقولها شوفي الحالة راهي تتطور وانتي وين راكي وانتي زعما راجلها يمد لها تلقى هنا عارفي روحك باللي راكي راهو يجر فيك، هو راهو يتقدم هو ويتطور وانتي، ولا العكس تلقاها هي راهي تتطور تحوس جديد تحوس هذه تحوس هذه وراجلها راهو حابس في مستوى وهي راهي حابة تجره. هذه العلاقة غير صحية. على هكذا اللي أنا لازم كاين أدوات نستعملهم باش أنا نكون في علاقة صحية، وكاين علاقة تاني متوازية. يعني العلاقة المتوازية هادية ما يتلاقاوش كامل دائما، شتي الخطان متوازيان هي ماشي بالمفهوم كما فهمتيني علاقة متوازية معناتها خطان متوازيان، هو واحد فوق واحد، هي هو دائما تلقايه هو الفخامة والتفاخر وما إلى ذلك، واحد ما قد ما تمد أفكار ولا الأفكار تاعك ماشي ولا حتى على عليها وحسب روحها. حنا ما نقولوش غير الراجل، لا كاين النساء هكذا يتعاملوا، قد ما زعما يمد لها أفكار لا ماشي هكا خويا قال لي كذا وكذا وبابا ومش عارفة وقالوا لي وكامل، وتستصغر الأفكار ديالو تستصغر الذوق ديالو تستصغر بزاف أمور، تلقايه واحد متعالي على الثاني. هذا الشكل تاني غير صحي في العلاقة. وشنو هو الشكل الأمثل والشكل المليح؟ هو حرف أش. احنا رانا في علاقة وعدنا رابط اللي هو الزواج اللي احنا نكون مشتركين فيه، عدنا أولاد، عدنا مبني على علامات المودة اللي قال عليها الدين تاعنا اللي هي الانسجام التوافق الامور اللي دائما نهضوا عليها امينه في لقائنا تاع صباح المعامله الحوار الانصات. هادو الامور حنايا كي نوفروهم يكونوا بيناتنا، هادو الجسر اللي يكون بيني وبينك. الاش هنا هو عنده حياته ويتطور فيها وانا عندي حياتي نتطور فيها. معليش انت ام ما كتب البيت وزوجه ما كتب البيت ما كيش تعملي، ما نقولوش معناتها تتطوري ولا تتقدمي معناتها لازم تخرجي تخدمي ولا لازم تخرجي من بيتك، لا تتطوري. كاين بزاف مجالات تقدر تطور من روحها في شكلها في علاقتها بربي في مهاراتها الاجتماعيه كيفاش تتعامل مع اللي عايشين المحيط ديالها. كاين بزاف تقدر أمور تثقف روحها فيهم، كيفاش نوفر أنا الأكل الصحي لأولادي، كيفاش أنا نوع الأطباق، كيفاش نشغل نفسي. هادو الأمور كامل تطور من روحها وتطور. كاين مجالات بزاف تقدر تطور روحها، يكون عندها هي حياته هو عنده حياته وعندهم هذاك الارتباط اللي بيناتهم يشاركوا فيه الانسجام هذاك. يعني احنا ماذا بينا كامل الأسر تاعنا يعيشوا هذا الشكل الصحي في العلاقة تاع الزواج. كاين تاني شكل آخر بالك ما ذكرناهش أنا نسيناه، كنت خايفة الوقت يداهمنا. يلا تفضل. الشكل تاع هذيك الحب حبيبي وما نقدرش وأرواح لو كان ما تجيش أنا ما ناكلش وأرواح بكري وهو وين راكي، ومن تلقيهم الحب هذاك خلاص يقولك ما نقدرش نعيش بلا بها ولا تقولك ما نقدرش نعيش بلا به. هذا الارتباط هذا الكبير هذا الشكل غير صحي. هذا حتى ويبان لنا في البدايه تاعو اوف حاله وبنيا ورومانس والقلوبه وكامل، مي راح يخلص راح يكون فيه نتائج ماشي ملاح. راح تلقايه هي من بعد يبقى ضغط، كل حاجه عندها قوه تحمل، من بعد يحس باللي راهي تضغط له على حياته، ولا من بعد كي يجيبوا اولاد تبقى زعما هي مشغوله بالاولاد، هو الراجل راح يحس بالاهمال لانه والفاتو دائما معاه، دائما تسقسي عليه اهتمام زائد عن اللزوم، عن اهتمام زائد، وهذاك الاهتمام الزائد راح ينتج عليه مشاكل من بعد. وبدا وحنا الحياه الزوجيه كي نبداو نهضوا على المشاكل مش راح نقولوا مشكل هكذا وهكذا، هي تفاصيل حياه يوميه. هادو التفاصيل الحياه اليوميه اللي لو كان ما ننتبهوش ليها ونخلوا شكل العلاقه تاعنا تدي شكل غير صحي اللي راح من بعد ينتجوا عليها مشاكل من بعد. المرأة اللي كانت هي مخلية راجلها هو اللي قلنا الشكل تاع خطان متوازيا،
هو واحد على واحد. هذيك المرأة اللي ضحات اللي ضحات اللي ضحات ولا اللي ضحى كامل تلقايها على في الأخير على سبة بسيطة على حاجة والو حبس ولا هي تلقايها حبست تقولك خلاص ما نكملش انا في هذا الزواج وانا يا نتطلق وتجي في الاخير تقولك انا ما نقعدش في هذه العلاقه ما حملش ما تحملش علاش حملتي على هادي وهادي حاجات كبار تجوزتيهم وحملتيهم وكامل في الاخير على حاجه هاديه خلاص ما تقدرش لانه هي من الاول حملت روحها طاقه فوق طاقتها من بعد حاجه صغيره تقولك خلاص كما يقولك القطره اللي افاضت الكاس صافي على هكذا لو كان من الاول ننتبهوا لهذو الامور والتفاصيل باش نكونوا في شكل علاقه صحي ماشي راح نوصلوا رحنا لهذا الشيء من الاول تقول لك ايه معليش نورمال نحمل وكامل من بعد شويه في النهايه كيفاش يجوا من بعد تقول لك لا لا يحبني وانا نحبه نورمال هو على النورمال يعجبه الحال كي انا نبقى نسقسي عليه نبقى ندلل عليه نبقى ما ناكلش بلاب من بعد تلقيهم لا لا تلقيها تبدلت الحكايه حنا رانا ننبهوهم ماشي نخزر عند نيفنا انا ننبهوهم من بعد من دراسات العواقب العواقب الوخيمه اللي راح تنجر من وراء دراسات راهم يصراو من حاجات راهم يصراو بالك اللي راهم مقبلين على الزواج ولا عندهم هذا وين رايحين يتزوجوا ولا راهم متزوجين جدد يكونوا بالك مشا منتبهين لهذا الشكل اللي راهو يدي اللي راهي رايحه عليه العلاقه مي ان شاء الله مادام يسمعوا هذا التوعيه وهذا الحاجات اللي نهضروا عليهم ينتبهوا لها ويتفادوها ان شاء الله. ختاما حياه رسالتك للاسره الجزائريه والمراه الجزائريه على وجه الخصوص نقول لها مليح الصراحه مليح الاعتدال مليح التوازن طبعا ايه دائما نقول للمراه الجزائريه انت انسان يعني منفصل على الانسان اللي راكي متزوجه به ما تكونيش انه خلاص تزوج بهذاك الانسان معناتها انا ولا نسي انا نملكو او ملكو ولا نسي انا يولي كما انا ولا الرجل يحب تكون كما هو يحب تخمم كما هو انت فرد وهي فرد وكل واحد عنده حياته وكل واحد مكمل للاخر الحياه الزوجيه هي شراكه وتكامل ماشي واحد يطغى على واحد يعطيك الصحه حياه زوجيه يعطيك الصحه حياه داكو كنتي معنا ضمن فقره اسرتي لصبيحه اليوم مشكوره على كل النصائح والارشادات اللي قدمتيها للاسره الجزائريه والمراه الجزائريه على وجه الخصوص بارك الله فيك ويومك موفق شكرا لك يعطيك الصحه يلا مشاهدينا ركن استشارات قانونيه معنا سيما خلفي لكن بعد فاصل قصير ركن استشارات قانونية مع الأستاذة نسيمة خلفي ضمن برنامج صباح الخير يا جزائر وعلى المباشر صباح الخير نسيمة صباح سعيد ليك أمينة كيف الحال؟ الحمد لله وكم أنت جميلة وأنيقة في صبيحة اليوم طبعا أجمل قلت لهم يعطيك الصحة بارك الله فيك كيف الحال والأحوال الأسرة الكريمة أم رزان الله يخليك الله يحفظك ربي يحفظ أولادنا طبعا الحمد لله تحية صباحية لكل أوفياء ركن القانون جميل جدا اليوم موضوعنا في غاية الأهمية نسيمة الشق الاجتماعي في درجة الأولى اليوم موضوعنا هو الفرق بين الهيبة والوصية وحدود التصرف في كل منهما بطبيعة. بداية باش نديروا التفرقة بين الهيبة والوصية الفرق بينهما تعريف أول. لانه شوفي لانه فيه تداخل بيناتهم نعم. الناس ربما تجهل باللي كاين فرق ربما بين الهيبه كاين اللي يفهموا الهيبه هي وصيه صح هما ربما يتلاقوا في نقطتين انه الهبه والوصيه تعتبر من التبرعات يعني ماشي كما البيع كي نوهب لك ولا مثلا نوصي لك ما كاش مقابل في البيع عندك الثمن تعطيني المبيع لكن في الهبه والوصيه دون مقابل فبالتالي لهذا تدخل من التبرعات هذا شيء اساسي نعم. ولكن تعتبر كتصرفات طبعا لازم تفرخ في شكل رسمي عند الموثق بحضور شهود بطبيعه الحال هذا الشيء الاساسي لازم الشيء الاساسي كذلك اللي اشترطها القانون ان تكون صحه الصحه العقليه للشخص اللي يوهب والشخص اللي يوصي علاش لانه تبرعات فلازم نضمن انه الشخص هذا ماهوش مريض بامراض اللي تمس العقل
كما مثلا الزهايمر ولا مثلا مرض بيركيسون مثلا اللي تمس ملكات العقل وتاثر على التصرفات تاعهم. هذا شيء اساسي، لازم الشخص ما يكونش محجور عليه، ما يكونش معتوه بطبيعه الحال، لازم الشخص هدايا يكون في كامل قواه العقليه والجسديه، لازم شرط اساسي. لانه فيما بعد راح يوقع فيه ابطال لمثل هذه التصرفات. شوفي، لانه الخطوره في انه ما نقولكش ضرر، ما نحبش نقول ضرر، ولكن شي كيقول لك مثلا تبرعت بشيء مثلا كما الهبه ولا مثلا الوصيه دون مقابل، الشخص اللي راح يوصي ولا راح ليوهب كانه ما كاش حتى شيء مقابل، ما كاش ثمن. لهذا يشترى دائما انه الشكل الرسمي ضروري، لازم يكون في كامل القوه العقليه، ما يكونش محجور الى غير ذلك. الفرق بين الهبه وبين الوصيه انه الهبه في حياه الشخص، هذا واش حبيت نقول، وهبت لك دار تديها من نهار اليوم اللي درنا برمنا عقد دون ما نعلقوا بشرط. لكن الوصيه مضافه الى ما بعد الوفاه، ما سمعناش بلي الناس وصوا في حياتهم وناس داو، صح. فالفرق بيناتهم هذا هو أن الوصية هي مضافة إلى ما بعد الوفاة، يعني ما عندكش الحق أنت تتحدث عن وصية حتى يموت الشخص، لذلك الوصية. الهبة في حياة الشخص، ولازم هذا كأهم شرط أنه الحيازة تكون في حياة الشخص، لو كما تنعلقوها على شرط تولي في حدود الثلث مثلا. باش نوضح، الناس اللي يوهبوا قال مثلا وهبك، شنو نعطي امثله الناس تفهم، وهبت مثلا الامينه الدار وهبتك وانا على قيد الحياه قال لك يوسف نوهبوا لك حاجه، فمثلا وهبت لك الدار، درت لك شرط، درت لك هبه تاع دار مثلا مسكن، ولكن درت شرط انك ما تقدريش تصرفي، درت لك شرط معلق. هنا مثلا مستقبلا في حاله ما اذا توقع وفاه للشخص اللي كان وهب عبك، هنا يجوز لك الا في حدود الثلث اجازه الورثه، يعني تدي الثلث، فما فوق الثلث لو كان ما يقبلوش الورثه ما تديش. الاصل انك نوهب لك تدي كل شيء، صحيح. فكنعلقوا على شرط، واش معناها؟ كانه حديت لك هنا من التصرف تاعك في هذا العقار، فكنحد لك هنا لو كان يدخلوا الورثه وما يقبلوش الهبه هذه تدي واحد على ثلاثه. مشكل ثاني اللي يدخل تداخل بين الوصيه وبين الهبه في مرض الموت، والناس بزاف يسقسون على مرض الموت واش معناها. مرض الموت هو الشخص مثلا يكون مرض عضال كبير اللي راه وقت في الفراش ماهوش في كامل قواه العقليه، هذاك الانسان كيكون في الساعات الاخيره ولا في الايام الاخيره تاع المرض تاعو، ما يكونش كما نقولوا حنايا مركز، ما يكونش واعي، ما عرفش واش راهو يدير. فهذا حنا نسموه مرض الموت. طبعا مرض الموت حنا باش نثبتوه لازم تثبتيه عن طريق شهاده طبيه بطبيعه الحال، انه الشخص فعلا كان مرض الموت. يمكن اثبات مرض الموت انه مثلا الشخص مثلا برم عقد اليوم غدوه، يعني في ايام قلائل توفى، خاصة إذا كان مريض، لأنه ممكن الشخص أو لابس به وطاح مريض، يعني ما طاحش مريض ولكن توفى، الأجل يعني كما قال لك أمر بيد الله، صح. فحنا نربطوا مرض الموت بالحالة الصحية تاع الشخص، كان مريض، كان رقد فراش، أيام قلائل، كان برم عقد معين مثلا تاع هبة، ففيما بعد توفى. هنا مرض الموت تتحول الهبة إلى وصية، وكي تتحول إلى وصية يدي غير جزء فقط، ما يديش بزاف. حنا نهضروا على واحد على ثلاثة والباقي إجازة الورثة. هاي لك التداخل اللي كاين بين الهبة وبين الوصية. يبقى الاختلاف بيناتهم أنه الهبة كما قلنا في حياة يكون على قيد الحياة طبعا، وتصرف كامل في الشيء اللي كنت وهبته لك، بطبيعة العكس الوصية جزء واحد فقط. الشيء الاساسي كذلك انه الهبه لازم تكون حيازه مفرغه في شكل رسمي نفس الشيء كما الوصيه. كاين ناس اللي يسقسوني يقول لك هل يجوز الوصيه؟ نعم، هذا واش حبيت نقول لك، للمراه الحامل او الطفل يكون صغير، الطفل الصغير ما كانش حتى مشكل، نعم، نوصي له نوهب له، لانه كثير من الناس احنا كنا تحدثنا في اركان سابقه انه يجوز يعني اننا نقوم باي تصرف سواء كان هبه ولا بيع او ما شابه ذلك لاي قاصر، نعم، والولي تاعو هو اللي راح يحمي الشيء اللي كنا درناه له حتى يوصل سن الرشد القانوني. فالوصية يشترط، يعني توصي ما كان حتى مشكل، لكن يشترط للمرأة هذه أن تلد هذا الجنين حي. نعم. إذا زاد حي ما كان حتى مشكل، لكن إذا ما زادش حي تدخل فيه أمور أخرى تاع الموارد. كنت سقسيتني تاع الموارد. كي هضرتي على الوصية والهبة، قلت لك شوفي الموارد في جميع الموارد وين تدخل في وفاة الشخص. لأنه الكثير يخلطوا بين هذه الأمور، بين الهبة والوصية والإرث. في خلط، شوفي نجينا باش نصحوا المفهوم. اكيد، شوفي الهبه والوصيه تصرفات قلت لك عباره عن تبرعات، لكن دائما الارث يدخل وين؟ عند وفاه الشخص. عند وفاه الشخص كنا تحدثنا على الفريضه، فكي توفى الشخص الفريضه، كاين الناس اللي فاهمين بلي الفريضه هي قسمنا، مثلا يقول لك داروا فريضه ما حضرونيش، عن بالهم دايرين في بالهم بانه كانه الفريضه هذه راهم قسموا بيناتهم. صح، الفريضه تحدد نصيب وفقا لاحكام الشرع
واحكام قانون الاسره باش نوضح للناس الموارد يعني مستقات من احكام الشريعه الاسلاميه. قانون الاسره كي ترجعوا تحلوا تشوفوا كل المواد مطابقه لاحكام الشريعه الاسلاميه. للذكر مثل حظ الانثيين ما تبدلتش، المراه اللي تكون متزوجه وعندها ابناء تدي في حدود الثمن، اذا ما كانش عندها ابناء تدي في حدود ربع، واحد على اربعه، الزوج مثلا يدي واحد على اثنين اذا كان ما عندوش، اذا كان عنده ابناء يدي واحد على اربعه، الجد مثلا والجده دائما عندهم واحد على سته، فهذه موارد ما تقدرش تبدل لان مستقات من احكام الشريعه الاسلاميه ما نقدروش نبدلوها، فكل واحد يدي نصيبه. ففي الموارد كي نتحدثوا كما قلتي نتحدثوا على الفريضه. هذه هي، قال مات خلى باباه يما خلى اخته خلى ربما، وتدخل فيها العاصب اذا ما كانش عاصب، وكل كل نصيبه. وهنا لو كان تحدثوا مثلا على امور اخرى تاع موارد تاع قسمه الى غير ذلك تحدثوا على الموارد تحدثوا على فريضه. هذه هي، لكن في الهبه ولا في الوصيه ربما تدخل فيما بعد في حاله ما اذا علقنا مثلا الهبه على شرط واقف كما كنت تحدثت لك ما قبلوش الوراثه، نجيب الفريضه هنا يدخل الفريضه باش بقى احنا ما قبلناش ومعلق على شرط، فتدي واحد على ثلاثه زوج على ثلاثه يدخلوا الوراثه. مثلا في الوصيه مرض الموت حبينا باش نبطلوا الوصيه بطبيعه الحال، هنايا راح ندخل طبعا الفريضه باش هنا الفريضه واش ندخلها في الموارد باش نثبت الصفه تاع الوراثه، لانه القاضي ماهوش عايش معاكم ما على بالوش الشخص هذا شكون اللي يسال شكون ما يسالش بطبيعه الحال، فهنا لازم نحطوا الفريضه باش يشوف باللي عندك الصفه، لانه احنا كنا تحدثنا ونعاود نشير لها مستقبلا ان شاء الله في اركان الاركان لاحقه، انه من اهم شروط عندك الحق انك تروح كما قلنا احنا للمحاكم ترفع دعوه من حقك القانوني طبعا، ولكن باش انت ترفع دعوه لازم يكون عندك الحق ومصلحه، وعندك كذلك الصفه تاعك ماشي اي شخص من هبه ودب يروح يرفع دعوه، لازم عندك الصفه طبعا اللي تسمح لك باش ترفع هذيك الدعوه، ولازم تكون عندك مصلحه حبيت باش يحميها لك القانون. هذا شيء اساسي للناس لازم تعرفها. فشيء اساسي كذلك بالنسبه للهبه اللي تختلف عن الوصيه. حبيت نسالك واحد السؤال نسيمه، بالنسبه للهبه تخلق نوعا ما بعض المشاكل في الاسر الجزائريه خاصه مع الاخوه بين الخواتة والخاوه، عندما يهب الاب حاجه للابن تاعو لواحد من الابناء اكيد راح تخلق مشكله، هل يسالوا فيها كما يقولوا هما، يقول لك هو من حقه انه يهب الابن تاعو كاش حاجه، لكن الاولاد تاعو يقول لك باللي خلي حرمنا علاش مدلوا ليه وما مددناش لينا. شوفي اكثر الاسئله كما قلت يسالوا ولا ما يسالوش كما يقولوا هنايا بالعاميه. شوفي قال الباب عنده تراب عنده دار الى غير ذلك، وكيفاش كتبها الخويا دار له هبه احنا ما مدناش باختصار. نعم داس كل واحد مادام الشخص راهو حي وعنده الملكيه تاعو هو حر للتصرف في الملكيه تاعو، ما عندكش الحق انت مثلا انت باش تجي تقول انا نسال فيها لازم الشخص يموت. صح تقول صفه، فبالتالي ما يدخلش روحه هو حر مادام الشخص ولا بس به وفي كامل قواه العقليه والجسديه يتصرف كما حب، ما عندوش الحق انه يحرم ولو انه راح دير هنا الضغينه. هذا حبيت نقول لك الضغينه بين الابناء والاخوه نتفاداو مثل هذه الامور، ولكن حبيت نوصل لهم فكره انه هو حاب من حقه ولكن شوفي حبيت الركن المقبل ان شاء الله نكمل الموضوع تاع الهبه، لانه قادر لما يوهب الاب الابناء تاعو انه يرجع في الهبه تاعو يقدر كاستثناء. يعطيك الصحه نسيمه خالفي، كنت معنا ضمن ركن استشارات قانونية لهذه الصبيحة، شكرا لك وعلى كل المعلومات القيمة اللي قدمتها للمشاهد الكريم. شكرا لك، بارك الله فيك وبداية أسبوع موفقة لك وللجميع أيضا. يلا ركن العيادة الطبية مع فتيحة سعدوني، لكن بعد الفاصل. ركن العيادة الطبية مع الدكتورة فتيحة سعدوني حاضرة معنا في هذه الصبيحة، نصبحوا عليك بالخير دكتورة. شكرا شكرا. صباح الخير والتفاؤل والسعادة والهناء بحول الله تعالى. دكتورتي الفاضلة، موضوعنا لصبيحة اليوم في غاية الأهمية، موضوع أنهك العديد من الجزائريين، موضة أو مرض وداء العصر ألا وهو الخلعة. صح مصطلح الخلعه، صح مصطلح كما قلتي هذا تاعنا، هذا يدخل في القاموس تاع الدارجه تاعنا. بزاف الناس يجوني يقول لي طبيبه ولا غير ما فهمتش بيا ولا يقول لي قالوا لي بلي عندك خلعه ولا عرفوها بدايه. عرفوا الخلعه وشنو هي الخلعه دكتوره؟ شوفي هي الخلعه تشخيص ما حتى تنحي الشك في حوايج بزاف باش مع الاخير تقولي لهم فات كونت عندك غير خلعه، ديجا باش نقول لهم باللي اسمها خيروا لها اسم واعر، مي هي اون فان كونت سي باسكو ما كان والو، تا
فاطمه كي ندير التشخيص ونحوس وندير له او سي جي تخطيط القلب وندير له لي بيلون ديالو ما نلقى والو نقول له مالا اون فيت كوت عندك غير خلعه شفتي كيفاه صافي دير ديجا الخلعه صافي دير كيما كان والو ما كاش حاجه عضويه ما كاش حاجه مرض حقيقي ملموسه ولا حاجه عضويه ملموس مرض ما نلقى ندير لو سي جي ندير التخطيط ولا ندير بيلون تاع القلب ولا ندير بيلون ولا الا ما لقيت والو نقول له اون فيت كونت انت برك اللي مقلق ولا انت اللي تحسس بزاف كاين الناس يحسوا بزاف اللي يضلوا يعسوا ها وجعني منا كان دول مرادين كاين الناس مرادين كاين اللي ما تحرواش كاع مريض وما يجيش للطبيب دوك انا ما ندوبونديرهمش يكونوا هكاك وكاين اللي على اقل حاجه يضل عند الطبيب وما يقتنعش ممكن تقول له ما كان والو يروح يبدل طبيب واحد اخر باش ماذا به يلقى واحد يقول له ايه عندك الحق وهكذا لوك فهمي له برك باللي الحاله النفسيه تاعك ما راهيش مليحه دوك جسمك راهو يعبر داير حنايا عندنا اون ديفينيسيون تاع لا مالادي المرض بالفرنسيه نقولوا له لا مالادي يساوي لو مال ادي هي الالم ولا لو مال تما ماشي شرط الالم تما اي حاجه ماشي مليحه قال لو مال ادي قال صافي دير لو مال تاعك تكلم في مكانك نعم دونك جينيرالمون هاد الناس اللي يحسوا بزاف هما الناس اللي ما يعبروش على لو مالاتر تاعهم تما ما راهوش مليح باغ اكزومبل شوفي مثال يجيني يقول لي عندي الخفقان تسارع ضربات القلب عندي الخفقان عندي لي بالبيتاسيون شوفي لي بالبيتاسيون هاد الكلمه ماشي معناتها القلب راه يخبط صح بزاف اكثر من اللازم ولا غير منتظم لانه القلب تاعنا عنده نظام تما تيك تاك منظم كعقارب الساعه كي اللي درتي رافي عند تيك تاك منظم وعنده السرعه تاعو تما ما يكون تحت السرعه باسكو ميم تحت السرعه العاديه ماشي مليحه هذوك هما الناس اللي نديروا لهم البيلا اللي يقولوا لك درنا له اون بيل هذوك الناس اللي عندهم نبض تاعهم 30 ولا 20 ولا واللي يكون فوق 100 ولا بزاف دونك انسان عادي 75 80 هذاك هو الانسان العادي دونك انسان عنده النبض ديالو عادي ويكون منتظم هادو زوج ميزات لازم يكونوا دونك الى زاد يا جا في النقصان ولا جا في الزياده دونك سي با نورمال ولا جا غير منتظم تما يدير تيك تاك 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 تيك تاك يكون غير منتظم هذاك ثاني مرض فهمتي كيفاش ما كان زوج انواع تاع لي زانومالي في القلب الناس كيقولوا لي عندي دي بالبيتاسيون يا طبيبه عندي الخباط الخباط سي اون سونساسيون لا ديفينيسيون التعريف سي اون سونساسيون احساس سي اون سونساسيون ديزاغريابل سي اون سونساسيون ديزاغريابل تاع الخباط تاع خفقان القلب اللي هو حاجه عاديه هنا نعطيك حاجه كيفاش نقولوا حكمه اللي دارها لنا ربي دوك انا راني نتكلم معاك حنا رانا نتنفسوا او ميم طون راني نتكلم وانت كي تسمعيني كي تتنفسي بصح ما كاينش تعسي في روحك شوفي لو كتبدي تعسي في روحك كيفاش تتنفسي تتلف لك صح ولا لا صح هذه هي شوفي دوك انا راني نتكلم معاك الامعاء تاعنا شربنا قهوه صباح عمليه الهضم بغيت تخدم الجهاز تما الكلى تاعي راهم يخدموا بصح ما نحسو لهمش صح ربي دارها لنا حكمه لو كان نحسو كل حاجه راهي تخدم ما نقدروش نكونسونتريو صح ما نقدروش نركزو دونك ربي خلق خلانا كاع الجسم تاعنا يخدم مخنا ثاني دوك انا كي راني نتكلم الافكار كيفاش يتسلسلوا يتو مخي راهو يخدم بصح ما نحسلوش نفس الشيء تماما من القلب تاعي دوك انا راني نهضر معاك راهو يخبط بصح ما نحسلوش بصح الانسان اللي مقلق الانسان اللي ما راهوش مليح وماشي كامل الناس يعبروا على القلق تاعهم بالقلب كان يعبر بالكولون هذاك الكولون يغب الكولون العصبي وشنو هو الناس مقلقين هذه هي دكتوره اللي يعبروا كل انسان يعبر بعضو كل انسان عنده عضو هو اللي يعبر يتكلم في مكانه وهو واش ما قدرش يقول جينيرالمون هاد الناس واش يكونوا يقدروا زعما لو كان تساليه يقول لك تقولي له انت على بالك باللي شغل تحشم تقول ما رانيش مليح يقول لك واش خصك شوفي اول حاجه الناس يقولوا لك غير تقولي مانيش مليح يقول لك واش خصك راكي لاباس عليك شوفي الناس اللي قل منك صح ولا لا صح واش لاباس عليك راكي بصحتك راكي تخدمي راكي عندك دراري بصح ساعات انت ما عندك كلش ما راكيش مليحه كوم انت ما قدرتيش تعبري على هذاك الحاله النفسيه تاعك ماشي مليحه جسمك راح يعبر سا ديبو اما عضو يعبر دوك كاين الناس يعبروا بالكولون كان يعبروا باغ اكزومبل كاين نساء لي ريغل تاعهم ما يجيهمش في وقتهم باسكو مقلقات كاين اللي يجيهم الخباط كاين اللي يجيهم
تمهيده هكذا داير يبعثوهم لي يقولوا لي طبيبا نبعثوا لك مريض عنده اون ديسبني ديسبني معناتها ديفيكولتي ا ريسبير ما يقدرش يتنفس. انا غير يدخل عندي ورا ويهضر معايا راني نشوف فيه انسان اللي ما يقدرش يتنفس تاع الصح شوفي مع الكورونا ما يقدرش يتكلم ما يقدرش الكلام يتقطع واحد اللي راهو ايماجين راهو بالضيقه داير اون كريز دازم سيفير يقول الطبيب مانيش قادر هك تاع الصح تحسي لا ديسبني هذاك اللي راهو مقلق صح ما يقدرش يتنفس بصح كيفاش يدير تنهيده او يهضر معك وبعد يقول لي لو كان ما نجبدش النفس مليح نحس روحي راني مزير هذا هو هذه تقول باش نعرف الاعراض تاعها هذا التقلق كل واحد كيفاش يعبر به صافي هاد الناس اللي يقول لك عندي دي بالبيتاسيون عندي خباط عندها ضيق في التنفس وعندها ضيق في التنفس هذا اللي راني نتكلم عليه هنا راهي مقلقه بصح هنايا سي تان ديغنوستيك ديليميناجون انا ما عنديش الحق غير تجيني بلا ما نشوفها بلا نقولها ما عندك والو هدايا خلعه نو انا واش ندير دابور نروح نكزامينيها دابور نشوفها كي دخلت من الباب تشوف فيها اسكو صفره الى واحد انسان صفر دونك احتمال عنده فقر الدم اللي عنده فقر الدم يقدر يكون عنده خفقان زياده لانه الدم ما يكفيش هذاك الكميه تاع باسكو وعلى الكريات الحمراء اللي تحمل الاكسجين دونك الى عندي نقص في الترونسبورتور لي كاميون اللي يرفدوا لي الاكسجين ناقص دونك يكون عندي الاكسجين ناقص دونك اذا هذاك يكون عنده صح ما يقدرش يتنفس وصح عنده لي بالبيتاسيون دونك ديجا اللي فات جاتني صفره بال نقول احتمال عندها انيمي ومن بعد كاين حوايج واحد اخرين باغ اكزومبل عندها تشوفي عينيها هكذا شغل عندها ان روكار تراجيك تقولي احتمال الغده الدرقيه تخدم بزياده الغده الدرقيه كي تخدم بزياده كلش اكسيليري منهم القلب يكون عندها دي بالبيتاسيون يقدر انسان باغ اكزومبل جاتك في حاله عندها السطر تقول لك بت الليل كامل وانا نتقيه ولا دياري ضيعت دارت القيه ولا دياري ضيعت الماء الماء هذاك ما يروحش وحده يروح مع البوتاسيوم البوتاسيوم كي ينقص في الدم يدير لك يدير لك لي زيكسترا سيستول لي زيكسترا سيستول هادو الاخر خبطات تاع القلب خارجه على على كيفاش نقول لك على العادي تما قلبها يخبط تيك تاك تيك منظم بعد تجي وحده تيك وحده هذيك هي اللي يحس الانسان يقول لك اون ديري حبس قلبي وعاود ولا صح هذوك هما لي زيكس خاسيس سي دي بروي سي راجوتي دونك ديجا انت هذا الانسان على حساب واش عنده دياري وعنده لي بارتيرويدي وعنده لانيمي وعنده ولا تشوفيه دخل هكذا ما يقدرش يتنفس وهذو فمه فيولي والاصابع تاعو فيولي بان بلي قلبه اللي ما راهوش قلبه تما هو المضقه تاع الجسم راهو مقيوس تما راهو اون انسيفيسونس كاردياك دونك ديجا هذو ديجا بعينك بعينك تشوفي حوايج ومن بعد ترفدي السماعه وتشوفي تشوفي وعلاش تشوفونا دي فوا ندير السماعه بصح انا اون ميم طون ناخذ النابض هذا النابض هذا وشنو هو هذا كي ناخذ هنا لو بو وجينيرمون نقولوا ما تاخذوش بالاصبع الاكبر الكبير باسكو عندنا لو بو هنا دوك تتغلطي دوك تحكمي بزوج يدين هذوما تاخذي لو بو هنا ولا تاخذيه لهنايا عندنا لو بو هنايا ولا عندنا لو بو هنا سا ديبو حنا ليسونسيال حنا نحوسوا عليه هنا ندير السماعه وناخذ هنا وعلاه نقدر نصيب هنايا نبض منتظم وانا كي ندير السماعه نلقاه غير منتظم صافي هادوك سي دي زيكس خاسيستول صافي هادوك خبطات زياده لو كان نلقاه غير منتظم هنا وهنا دوك كاين خلل في النبض دوك سي تشين اريتمي وجينيرالمون لا ايفا هي الكثره اللي يكونوا الناس عندهم سي تشين ايفا لا ايفا يا اما عندك مرض القلب يا اما عندك زياده في العمل الوظيفه تاع لي بارتيرويدي شفتي صافي ديجا شحال من حاجات كاينه دوك من بعد هذه بالسماعه بعد ندير لو سي جي المخطط تاع القلب هو اللي يعطيني واش كاين وما كاش وبيان سور على حسب العمر الى امراه فام جان ولا تقول لي البالبيتاسيون باينه باللي باسكو تقلقت ان فيمور ناخذها بعين الاعتبار ان اون فيمور يقول لي عندي البالبيتاسيون جو بريفير نفيريفي خاطر داك الدخان تدخين هذاك راه يكون بوشال ولا على عروق تاع دونك انسان كبير باين الا قال لي عندي الخباط ولا يقول لي الدخ حتى طاح وتفج خيتو اكيد 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 عنده ام بي افي تما ما كانش الوصل بين الاذين والبوطين تاع في الخفاقات هذوك هما اللي نكملوا يكملوا حياتهم نديروا لهم اون بيل باش ننظموا لهم شتي صافي نعم على قوة ما عندهمش والو تما ما لقيتش كاع هاد الامراض ولقيتو باللي صح كي نبدا نسالو نلقاه صح مقلق وعيا ومشاكل وتعب والاخر تلقاي باللي دوك فيت كونت هذه هي الخلعه تما ما كان والو هو حس باللي عنده وبزاف هذه بك حبيت نزيدها بزاف الناس يجي يقول يا طبيبه عندي هنا واحد الحيه راهي تخبط هنا هنا يدير يده باسكو اللي مقلقين يحسوا باسكو الاعضاء قلت لك على حسب هي كومه من الغازات يعني عباره عن كومه من الغازات المتراكمه هي لي زورغان كيفاش نقولوا
الاعضاء تاعنا كل واحد يتاثر بحاجه، لي ستوما تتاثر بالقلق بلونغواز، دونك يدير يده، هو غير يدير يده اذا كان رقيق ماشي سمين يطيح ديريكت في العرق الكبير تاع الدم اللي يخبط، سي نورمال باسكو سي تي ناختيغ، هذا لو بو هذا يكون هنايا، يطيح فيها في لو مومون تاع التقلق، من بعد يقول لك يا الطبيبه هذيك الحاجه راهي تخبط هنا قلقتني، هو بلوس يمسها بلوس تزيد تخبط، بعد تما يحس باللي الخباط زاد، يجي على جلدي يجي مخلوع، بعد انا طمنيهم من هذا الشيء طمنيهم ماشي غير نطمنهم، نقول لهم كلمه واحده، نقول لهم هذه تحبس كي يحبس القلب، بيسك جاتو من عنده، اسكو تحبوا يقول لي لا، نقول لهم مالا هذيك انساوها، لو كان ما جيتوش مقلقين وما جيتوش رقاق تحطيتوا يدكم لقيتوها ما تشوفوهاش كاع ما تسمعوش بها وما تحسوش بها. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. نطمنوهم شكرا. الخباط صافي دير اون رياليتي ما كان والو. يعطيك الصحه يعطيك الصحه بارك الله فيك دكتوره فتيحه سعدوني، كنت معنا ضمن فقره العياده الطبيه. يعطيك الصحه على شرحك المبسط ومعلومات القيمه اللي قدمتها للمشاهد الكريم في الرياضه الصباحيه. بارك الله فيك. سيت ان سيمبتوم يجوا بزاف عليه اكيد. يعطيك الصحه شكرا لك، ان شاء الله نتمنوا الشفاء لكل المرضى. امين يا رب العالمين. يلا مشاهدينا الى هنا اكون قد وصلت واياكم الى ختام برنامج صباح الخير الجزائر لعدد اليوم، تقبلوا تحياتي انا امين عرجان وكل الفرقه التقنيه وطاقم الصحفي اللي خدمكم في صبيحه اليوم. مسك الختام السلام والسلام عليكم. سمعتوا جديد تاع رياضو؟ هذا هو رياضو بلوس، قهوة مرحية بحلة جديدة مع بونيس 40 غرام زيادة، فهمتوا عليها بلوس؟ شوفوا بعينيكم والهدرة بالميزان. 260 270 280 290 غرام، يا سلام! أنعم، رياضو بلوس حطم الرقم القياسي في الفئة ديالو بوزن 290 غرام. هدية من عند رياضو لكل المحبين ديالو للاستمتاع بذوق القهوة الأصلية مع العائلة والأحباب. قد يختلف الزمان وتتبدل الأحداث، لكن المعركة لا تختلف ولا تتبدل. معارك خضناها منذ فجر التاريخ، ما اختلف فيها وما تبدل إلا وجه عدو أو متربص أو حاقد أو طامع. الثابت الوحيد في كل هذه المعارك أنها معارك وجود لأجل الجزائر، خضنا في كل المرات وانتصرنا. وصلنا لمستوى آخر في التفكير، جيل صح ما عرفش ربما حرب التحرير، ما عرفش ربما المعاناة تاع سنة الثمانينات وكذا، ولكن اليوم راه قحم نفسه في جهاد حتى يكون وفي لسلفه الصالح. السيد الفريق أشار إلى أن تاريخ الجيش الوطني الشعبي زاخر بمواقف مشرفة في مجال تسيير المخاطر الكبرى، فلم يقتصر دوره على معركتي الدفاع والبناء فحسب، بل تعداه إلى المشاركة في المجهود الوطني الرامي إلى الوقاية من الكوارث واحتواء آثارها بعد حدوثها وحماية الأرواح والممتلكات. ملحمة أمضاها أبطال عاهدوا الله على الحرية أو الشهادة من أجل وطن ووثيقة جمعت الجزائريين على كلمة واحدة: تحيا الجزائر. وعقدنا العزم الأحد في 9 ليلا على الجزائرية 6.
مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في برنامج نسيناكم بالخير. برنامج ديالنا يهتم بالفن، التراث، الثقافة. ضيوف دائما يكونوا في المستوى. نسيناكم بالخير اللي يطلع عليكم من خلال التلفزيون الجزائري مع سلوى، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في الثالثة مساء على الجزائرية السادسة. كونوا معنا. تعرف العرض التلفزيوني الأول للفيلم الروائي الطويل أسوار القلعة السبعة للمخرج الجزائري أحمد رشدي. والفيلم يركز أساسا على هذا الجانب الأساسي للثورة الجزائرية، ويمكن يجيب جانب أخرى على الثورة الجزائرية خارج السيرة ذاتها. تكلموا عن معاناة، عن نضال لشريحة كبيرة من المجتمع الجزائري. تتابعون حوار خاص بالعرض التلفزيوني الأول لفيلم أسوار القلعة السبعة باستضافة المخرج أحمد رشدي وبطل الفيلم حسان كشاش سهرة الاثنين في التاسعة على الجزائرية الأولى والجزائرية السادسة. هذه 25 سنة حاجة لا يتنفح معيد مركب الفرصة ممشى المقبرة، حتى البرموس اللي زجاته الوالدة ما نحوش على كتافه، وانا كيف ديب عايش في الغاب. لا تير ان بارسي ان بيرسون الا بارسي ان ديو تيان قول له قالنا باللي راك تحارب. أحمد رشدي على الجزائرية الأولى والجزائرية السادسة. ما تنساش أسوار القلعة السبعة حصريا هذا الاثنين في التاسعة والنصف. كونوا معنا. الدخول المدرسي هذه السنة سيكون استثنائيا، يجب أن نتعايش مع كوفيد-19. حياتنا ينبغي أن تستمر، علينا أن نحسس أبناءنا بالوعي واليقظة. أبناؤنا، بناتنا، عليكم بارتداء القناع الواقي وغسل أو تطهير اليدين باستمرار. اجتنبوا المصافحة والاحتكاك، ولا تنسوا التباعد في الأماكن المغلقة. لنجعل من مدرستنا محيطاً آمناً بتطبيق بروتوكول الوقاية لوزارة الصحة. كلنا معنيون من أجل دخول مدرسي آمن.
وأخيرا اتصل، زبطت معي. ألو نعم. جالا أنا نوار، الأستاذ نوار، بدي منك تعطيني تليفون مجد بسرعة شوي. ليش شو في؟ هو عمل شي معك؟ جالا بلا أسئلتك. ايه تكرم، هلأ ببعت لك يا رسالة. ألو؟ ألو؟ شو صاير يا؟ خليني ابعت له الرقم هلأ أحسن ما أتخانق أنا ويا من ورا مجد. أمي؟ شو بها إيدك؟ ولا شي. أنا يمكن انطرقت بالخزانة بدون ما أحس. أمي ليكون حدا عامل لك شي؟ لا يا ابني، مين بده يعمل هيك؟ ألو أنت مين؟ أنا نوار، بدي شوفك فورا. مثل ما بدك. عم بستناك عند الشط. طيب جاي.